طيب انا في البدايه بحب اشكر دكتور عبد الرحمن وكل تيم ريبسولوجي على التنظيم الرائع بصراحه على مدار الاسبوعين اللي فاتوا والمجهود اللي بذلوه، واشكر دكتور طارق ودكتور هشام علام ودكتور احمد عادل ودكتور محمد مهاب ودكتور محمد رجب على الايفورت اللي بذلوه معانا بصراحه على مدار الاسبوعين في الورك شوب الجميله ديت. وخلينا ليتس ستارت في الليفي جارد ماركتنج بلان عشان ستيب تو تايم ان دي اتعملت باي جروب 2. كان عايز اشكر زمايلي، خلينا نبدا يلا. لا عايز اشكر زمايلي دكتور محمد صلاح ونهى فكري وكريم ممدوح واحمد جمال وفادي فوزي على مجهودهم معانا، وانا احمد عطا الله فيلد فورس ترينر في السعوديه. ليتس ستارت الاول بالاكزكتيف سيمري. يمكن لو جينا بصينا على الماركت التوتال فلور كلينولون ماركت احنا هنلاقي ان هو بيبيع ب 750 مليون جنيه، عامل جروس 18% فاليو 2017 عن 2016، اللي هي ازا يونت عامل 17 مليون يونت بس ماينس جروس 3.7% في 2017. لو جينا دخلنا ديب شويه في توتال ديفايند ماركت ليفو فلوكسيسين بتاعنا عامل 290 مليون جنيه ويز ماركت شير فاليو انكريز 10.3% في 2017، واز يونت عامل ماينس جروس 4.6% بايع حوالي 6 مليون و800 الف. هنلاقي ان الماركت بتاعنا كابتشرد اكتر باي تافيزن وتافانيك بفاليو شير حوالي يمكن 27% 25% ماركت شير بعين 79 مليون جنيه و74 مليون. Our objective من ليفيجارد to achieve 477 ألف يونت as a value share 23 مليون جنيه في 2017، market share unit value 7.2% في 2018. لو جينا نشوف الماركت ديفينيشن للليفيجارد نكست دكتور عبد الرحمن، لو جينا نشوف الماركت ديفينيشن عندنا احنا الماركت being defined هو third generation fluoroquinolones ليفوفلوكساسين. التايم فريم بتاعنا 2017 من جان تو ديسمبر. حجم الماركت عندنا توتال ماركت فلور كلينولون 750 مليون جنيه، وهنلاقي ماركت الليفو فلوكساسين 290 مليون جنيه وبيجرو باي 10%. الكرنت تريتمنت اوبشن اعلى حاجه في الماركت دلوقتي هي ليفو فلوكساسين بيمثل 39% حوالي 290 مليون جنيه، سيبر فلوكساسين 37% من الماركت 275 مليون، الموكس فلوكساسين 18% 88 مليون. المين كرنت كاستمر بالنسبه لنا هو الانترنال ميديسن والجي بي واليورو والسيرجري. والكرنت بريسكريبشن بيهيفير هنلاقي ان الانترنال ميديسن بيمثل حوالي 29% من البريسكريبشن في الماركت، والجي بي 20%، الاثنين بيمثلوا حوالي 50% الانترنال ميديسن والجي بي، اليورو بيمثل حوالي 20% والسيرجري 18%. المين كومبيتور هم تافاسن شركه الحكمه بيع 79 مليون جنيه في 2017 وماركت شير 27%، التافانيك شركه سانوفي 25% ماركت شير، الليفوكسين شركه امون 28 مليون جنيه ماركت شير حوالي 9.7%. لو جينا نشوف بقى الستيوشنال اناليسيس بالنسبه لنا في الماركت احنا فين دلوقتي، نلاقي ليفيجارد هو ثيرد جينيريشن فلوروكينولون بيستخدم تو تريتمنت ا فرايتي اوف باكتيريال انفيكشن زي الكومبليكيتد يو تي اي الكوميونيتي اكوايرد نمونيا. الاكتيف انجريدينت عندنا هو ليفو فلوكساسين وركينج باي ستوبينج الجروث اوف بكتيريا. تابع شركه نيرو فارما عندنا، نيرو فارما هي شركه اردنيه احنا موجودين في 33 دوله، موجودين في مصر من سنه 2002 وعندنا المصنع بتاعنا في برج العرب في المنطقه الصناعيه. الليفيجارد از افيلابل ان 3 كونسنتريشن 500 مللي جرام 5 اورال تابلت، 750 مللي جرام 7 اورال تابلت، 250 مللي جرام 5 اورال تابلت. الميكانيزم اوف اكشن الليفيجارد هو يعمل انهبيشن للبكتيريال توبا ايزوميريز والدي ان اي جاريز انزيمز ريكوايرد فور دي ان اي ريبليكيشن ترانسكريبشن ريبير اند ريكومبينيشن. عندنا تو بروموشنال لاين موجودين في الشركه. اللاين الاولاني لو عملنا نكست دكتور عبد الرحمن تو لاينز، اللاين الاولاني 32 ميديكال ريب ريسبونسبل فور البي بي اي وده جاست لونشد في 2016 وان سي ايد وبريجننس فيتامينز والليفيجارد. التارجت اودينس الشباب حوالي 40% من وقتهم انترنال ميديسن والجي بي، والجاينا 30% والاورثوبيديك 30%. لاين 2 36 ميديكال ريب مالتي فيتامين وانتي سبازموديك ودايبر وكاف سيروب. التارجت اودينس البيدياتريك 70% والجي بي 30%. طيب لما نيجي نشوف الماركت شير الترند بتاع الماركت شير في السلايد اللي بعدها احنا هنلاقي لو جينا نبص الماركت شير از فاليو از يونت هنلاقي ليفيجارد 2015 بدا يعمل سلايت انكريس في 2016 بنسبه 5.8 از يونت و 5.2 از فاليو، كده حصل ديكلاين في 2017 ل 3.6 از يونت ماركت شير 3.9 از فاليو ماركت شير، وده ده بيج ايشو بالنسبه لنا ان احنا ليه نعرف الكلام دوت اللي حصل ليه. فده اللي خلانا نخش ديب اكتر في الاي مس داتا والايكوفيا اناليسز از يونت. لو جينا نبص على السلايد هنا هنلاقي ان الاناليسز لليونت بيوضح لنا ان الماركت استاجننت، التافازن هو الماركت ليدر في الماركت،
بيجي وراء التفانج بيمثلوا حوالي هما الاثنين حوالي 40% من الماركت، والماركت بيبيع حوالي 6 مليون و800 الف علبه. وهنلاقي ان ليفيجارد ماركت شير 3.6. طيب لو جينا نبص على ايكوفي اناليسز از افاليو في السلايد اللي بعدها، هنلاقي ان الماركت بيجرو بنسبه 10% از فاليو ماركت شير. الماركت عامل 290 مليون جنيه لليفوفلوكساسين، 750 للفلوروكينولونز. هنلاقي ان تافاسين برضو والتافانيك هما المين بالنسبه لنا اللي واخدين الكابشر كامل من البي عندنا، حوالي اكتر من 52%، حوالي 20% ليفوفلوكسين والتارجوفلوكسين، واحنا عاملين 3.9 بس عاملين ماينس جروس 17.6%، كويشن مارك بالنسبه لنا في 2017. طب نيجي نخش نعمل ايكوفي اناليسز للار اكس عندنا، هنلاقي ان التوتال ماركت الفلوروكينولونز البريسكريبشن بتاعته 4 مليون و300 الف بريسكريبشن، جايين من نسبه بشالتي عندنا الانترنال ميديسن والجي بي بيمثلوا حوالي يمكن 50% من السبيشاليتي، وعندنا يجي وراهم اليورو والسيرجري. احنا بنتكلم هم دلوقتي المين سبيشاليتي بالنسبه لنا. لو دخلنا ديب اكتر في الار اكس اناليسيس بالنسبه للليفوفلوكساسين، هنلاقي ان التوتال بريسكريبشن بالنسبه لهم حوالي 1,600,000 بريسكريبشن، ميلي التفاسن والتبانيك هم المسيطرين بشكل كبير عليها، ويجي وراهم الليفوكسين والتارجوفلوكسين، دول بيمثلوا حوالي 70% من البريسكريبشن، والباقي احنا واخدين الليفيجارد واخد حوالي 3% بس، 3% من البريسكريبشن في الماركت شير من الاناليسيس. كان البيست الاناليسيس كنا احنا اتكلمنا عليه يمكن، بس للاسف مش موجود في السلايد. احنا كنا بنتكلم على البوليتيكال، ان عندناش يعني بشكل كبير يمكن تاثير الرفعه الفرنسيه اللي حصلت ممكن تاثر على حاجه زي التافانيك. بالنسبه للايكونوميكال انفليشن والاسعار اللي زادت، الكوست ريدكشن اللي حصل، السوشيال احنا ممكن نتكلم على البوبيليشن والديموغرافيك، كان الماركت بتاع الايجيبشن ماركت هو ماركت اتراكتيف جدا بالنسبه لنا نتيجه البوبيليشن بيزيد. تكنولوجيكالي احنا شايفين ديجيتال ترانسفورميشن اللي حصل، ممكن ريموت ديتيلنج مع اور كاستمرز فيا ديفرنت بلاتفورمز. انفايرومنتال احنا عندنا الهاي سيزون للكوميونتي اكورد نمونيا، وهي وان من مين انديكيشن بالنسبه لنا في الليفيجارد، موجوده في كوارتر 1 وكوارتر 4 مثلا. الليجل هو اونلي بريسكريبشن ميديكيشن. انا هسيب التوكن، خلصت الجزء بتاعي ستوشنال اناليسز، احمد زميلي هيكمل او السوت اناليسز. طبعا معاكم مندوب صالح، هتكلم طبعا على سوات اناليسز مع حضراتكم النهارده. بالنسبه للسوات اناليسز دكتور، عندي اول نقطه هي الاسترنسز. بالنسبه للاسترنسز انا طبعا بحاول ماكسمايز الاسترنسز على قد ما اقدر، لان دي البيلر اللي انا بعتمد عليه من عليك بالنسبه لي في الكامبري بتاعتي، على ان انا اقدر اتحرك بيه ناحيه الماركت، واقدر احاول ان انا انفست بالاسترنسز اللي انا املكها. بالنسبه للبيلر الاولاني اللي انا هعتمد عليه في الاسترنسز بتاعتي، هو ان انا عندي في نيرو فارما از انترناشونال كامبري ويل استابليشد ان 33 كونتريز، وطبعا دوت بيمباكت على ان هي الريبيتيشن بتاعتها كويسه جدا. بالنسبه للتيم بتاعي هو ويل استابليشد تيم بيتكون من 32 ميديكال ريب في لاين واحد، ماشي. بالنسبه للاكسبيرينس بتاعه الميديكال ريبس عندي، هم طبعا بيشتغلوا مع ديفرنت سبيشاليتيز، وطبعا ليهم بريفيوس اكسبيرينس معاهم، وده هيرفلكت على ان انا لما اجي اتحرك في البيزنس بتاعي هبقى معتمد على ان انا عندي بريفيوس اكسبيرينس هتامباكت الريليشن بتاعتي مع الكاستمرز بتوع بسرعه. بالنسبه للبرودكت، وده البيلر الثالث اللي انا هعتمد عليه، ان انا عندي افوردبل برودكت with diversified concentration من ال 200 لل 500 ل 750، فطبعا ده بيدي فرايتيز كتير بالنسبه للبريسكرايبر انه يلاقي الكونسنتريشن اللي بيفيد كل انديكيشن وبيفيد كل ايج بالنسبه للبيشنت بتاعه. طبعا ريجاردنج للسترنسز عندي في 2018، انا نتيجه ان انا كنت مركز في 2017 على البروتون بامب، انا هحاول دلوقتي ان انا اعمل بادجيتنج كويس بالنسبه للليفي جارد، واعمل فوكس عليه، اتحرك من خلاله ان انا جين ماركت شير تاني، واعمل يعني ري لونشنج للليفي جارد، واعمل له استابليشمنت بشكل كويس في الماركت. ريجاردنج للمولكيول ذات نفسه، انا عندي هيد تو هيد ستادي وبابليكيشن اجينست سيبروفلوكساسين والموكسيفلوكساسين. وريجاردنج للليفي جارد بالنسبه لنيرو فارما ذات نفسها، هو الليفي جارد كونسيدرد از ذا بلاك هورس فور ذا كمباني، لان احنا زي ما عرفنا دكتور ان هو كان ليه بوزيشننج كويس جدا في اللاين بتاعه وبالنسبه للشركه كلها. لو على الويكنس بقى دكتور، الكوادرنت الثاني احنا طبعا بنحاول نمينيمايز زم على قد ما نقدر، وطبعا بالنسبه لي معلش يا ممدوح، ممكن تخلي السكرين فول سكرين لانه الفونت صغير؟
اتفضل يا دكتور. دكتور عبد الرحمن، دكتور هشام، البرزنتيشن دي فيها بوينتس زياده عن اللي وصلت لنا، فانا بس عايز اعرف هل في حاجه اتغيرت؟ لان احنا كنا متفقين ان هي البرزنتيشن ثابته، فهل ما هو دي النقطه يا شباب. فعلا اشكرك يا دكتور هشام. كل البرزنتيشنز، خلينا بس فعلا عشان ما ينقصش مننا سكورز، كل البرزنتيشنز اتبعت لي الترينرز امبارح اول ما انتوا بعتوها، فبليز اي نقطه هتبقى زياده، اي سلايد هتبقى زياده، ده هينقص من السكور. والله يا دكتور، اي حاجه عايزين، لو في اي حاجه عايزين تقولوها قولوها اورال، لكن ما نزودش على البرزنتيشن. اتفضل يا ممدوح. هو يا دكتور فعلا انا عملت بس ريستيتمنت بس اللي بالنسبه للجمل مش اكتر، لكن انا ما زودتش حاجه ما كانتش موجوده، غير يعني اللي هي هيد تو هيد بابليكيشن بالنسبه للليفوفلوكساسين اجنس. هو سريعا نقول بس الباقي البارتيسيبنتس والجروب رقم 3 برضو شباب، ما فيش اي زيادات، لا ستيتمنت ولا كلمه ولا سلايد. طيب تمام. بالنسبه للويكنسز عندي، انا البور فوكسنج من الليفي جارد في 2017 ده خلاني لوست مارك شير، وخلى الليفي جارد البوزيشننج بتاعه حتى بالنسبه للشركه اتهز شويه، فدي من الحاجات ان انا لازم اعمل ريفوكسنج تاني وريفايز تاني المكان بتاع الليفي جارد، هعمل ريسيجمنتيشن تاني وريتارجتنج تاني بالنسبه للكاستمرز بتوعي، وهريفايز السيجمنتيشن والتارجتنج لان ده هيفرق معايا كتير، وده هنشوفه مع الزملاء في السلايدز اللي جايه. بالنسبه للبادجت الوكيشن، انا طبعا نزول البروتون بامب عندي في اللاين عطى اداله برايورتي اعلى بالنسبه للبادجت، فهرجع تاني اريفايز البادجتنج تاني واعمل الوكيشن بشكل كويس عشان اقدر اجين ماركت شير تاني نتيجه الانجيجمنت مع الكاستمر بتوعي والانفستمنت بالنسبه للليفي جارد. طبعا الليفي جارد كمولوكيول ليفوفلوكساسين معروف عنه اللي هو ليه فوتو سنسيتيفيتي، ودي من الحاجات اللي بنلاقي فيه ليها يعني فيدباك بالنيجاتيف عندنا في الماركت، فان شاء الله برضو هنهندلها مع الزملاء في السلايدز اللي جايه. بالنسبه للاوبورتيونيتي، طبعا معروف عن الماركت اللي فوق الفلوروكنونز اللي هو ماركت كبير جدا، وانا بالنسبه لي الكلاس بتاع الليفوفلوكساسين من المولوكيولز اللي ليها بوزيشننج كويس في الكاتيجوري ده. بالنسبه للفلوروكينونز برضو كماركت هو بيجرو بشكل كويس، فدوت بيديني اوبورتيونيتي كويسه ان انا الماركت لسه بيجرو ولسه في اي كان كاتش اوبورتيونيتي موجوده في وسط الاوبورتيونيتيز اللي موجوده دي. بالنسبه زي ما اتكلمت في حته السيجمنتيشن، انا هريلاي على ان انا بالنسبه لي اوبورتيونيتي جديده مع دكاتره اليورو، وهانجيج مور مع الكي ويلز سبيشالي في اليورو عشان اقدر اعمل راو بالنسبه للليفي جارد مع اليورو. ريجاردنج الثريتس، طبعا معروف عن الماركت دوت نتيجه ان هو يعني ماركت طمع فيه كبير، فهو فيه تاف كومبيتيشن ومن شركات كبيره جدا، فسواء براند او جينيريكس، فاقدر ان انا يعني علشان اكون معاهم محتاج ريسورسز كتير ومحتاج فوكسنج كبير، ده هيفرق معايا كتير جدا في الاستراتيجي بتاعتي. طبعا عندنا التولز اناليسيس، انا اول حاجه اول كوادرنت بالنسبه لي هو السترينثز اوفر الاوبورتيونيتيز. معروف ان الليف جارد از اول استابليشد برودكت في الماركت مع بول استابليشد تيم، هو طبعا وقع في 2017 نتيجه سيركمستانسز معينه، بس انا ان شاء الله في الفتره اللي جايه مع الماركتنج بلان بتاعتنا ان شاء الله نرجع نجين تاني البوزيشن بتاعه الموجود في الماركت. طبعا برضو من ضمن الاسترينسز اللي عندي في 2018 ان انا assigned budget especially for ليفي جارد بالنسبه للاكتيفيتيز، بالنسبه للتاتش بوينت مع الكاستمرز بتوعي، بالنسبه للاكتيفيتيز اللي هعملها هيفرق معايا كتير علشان كاتش اوبورتيونيتيز موجوده في الماركت. ده الاسترينسز اوفر الاوبورتيونيتيز. لو جينا للويكنس اوفر الاوبورتيونيتيز، انا طبعا اتكلمت في حته الويكنس ان انا ما عنديش سيجمنتيشن وتارجتنج وبوزيشننج بشكل كويس، فانا هريفيزيت السيجمنتيشن والتارجتنج والبوزيشننج تاني، وهدخل اليورو از سبيشالست معايا سبيشالي كي اويلز منهم، حتى لو انا مش عايز اعمل زحمه عندي في اللاين بزيارات كتير، انا برضه هسلكت الكي اويلز منهم، وطبعا ده هيعمل راب كويس بالنسبه للبرودكت تاني. هانجيج التارجتد كاستمر بتوعي، وهركز ان انا اجين ماركت شير بالفوكس على الاوبورتيونيتي اللي موجوده في الماركت. لو جينا للسترينثز اوفر الثريتس،
هن يوزنج اور بريفيس اكسبيرينس. طبعا احنا معروف ان احنا عندنا بريفيس اكسبيرينس مع السبيشالتيز اللي موجوده، فانا هديفند اجينست الكومبيتيتورز بالريليشن الموجوده بتاعتي في الماركت. ماشي، لو ده كوادرنت الثالث. كوادرنت الرابع وهو الويكنس اوفر الثريتس، انا هالوكيت مور فوكس على الليفي جارد علشان اجين ماركت شير وكان بنتريت الماركت بتاعي اجينست التوف كومبيتيشن اللي موجوده في الماركت اللي كلنا اتفقنا عليها. اخر حاجه بالنسبه للليفو فلوكساسين، هو طبعا برودكت الكومبلاينس بتاعه عالي جدا لانه بيستخدم وانس ديلي ات اني تايم بالنسبه للبيشنت ديورنج الدي. علشان كده دكتور حته الفوتو سنسيتيفيتي بتاعته احنا هنتكلم على ان هو كان بي تيكن ات نايت مفيش منه مشكله خالص، ودوت كان الويكنس اوفر ثريتس. شكرا يا دكتور. انا هتكلم على كومبيتور اناليسز. اول حاجه عندنا التفاسين شركه حكمه ليفوفلوكساسين، تركيزاته 500 مللي جرام و750 مللي جرام 5 تابلت. البرايس بتاعه 48 و50 جنيه، والمين سترينث ان هو الماركت ليدر والجود بادجت الوكيشن. وشركه حكمه طبعا ليها كواليتي وبتصرف كويس على الادويه بتاعتها. المين ويكنس اللي هو الليميتد دوزز، ما هو عشان ما عندوش تركيز 250، واللي هو البروفيتابيليتي تو فارماسيست بالنسبه لباقي البراندات. هاو تو سيل اجينست دايفرستي اوف ديفرنت دوزز، نحن موجود عندنا ديفرنت دوزز اللي هو ال 250 وعندنا كمان السبع تابلت. وكمان احنا موست افوردبل برايس عن التفاسين. ثاني برودكت التفانك شركه سانوفي ليفوفلوكساسين 500 مللي جرام 5 تابلت، البرايس 85. المين سترينث ان هو البراند والكواليتي بتاعته، والمين ويكنس ان هو الهاي برايس، وكمان ما عندوش ديفرنت دوزز اللي هو 750 و250. هاو تو سيل اجينست ان احنا مور كوست افكتيف وان احنا عندنا ديفرنت دوزز. ثالث حاجه الليفوكسين شركه امون ليفوفلوكساسين 500 مللي جرام 250 5 تابلت، البرايس 76 و45. المين سترينث اللي هي هاي فارماسيست بروفيتابيليتي، البروفيتابيليتي مارجن بتاعته بالنسبه للصيدليه تبقى اكتر شويه. المين ويكنس ان هو هاي برايس وما عندوش ديفرنت دوزز من ال 750. وي هاو تو سيل اجينست، اول حاجه كوست افكتيف ان احنا موست افوردبل and diversity of doses بالنسبة ل 750 ملي جرام، ونحن نعمل بونس أو free of charge بالنسبة للصيدلي أكتر. ليفي جارد البرودكت بتاعنا نيرو فارما ليفوفلوكساسين 750 ملي جرام 500 ملي جرام 250، عندنا 7 تابلت من 750 و 5 تابلت من باقي التركيزات، برايس 63 و 45 و 36. وين مين سترينث اللي هو افوردبل برايس ويز ديفرنت دوزز و 7 تابلت من ال 750. دي ديفرنس بوينت اوف ديفرنسز بتاعتنا اللي هو افوردبل و ديفرنت دوزز و 7 تابلت من ال 750. تمام، ممكن نيكست سلايد. نيكست الصوت واضح كده يا جماعه؟ طيب business aspiration our customer to use Levigard as the most cost effective levofloxacin available in different doses which will increase the patient adherence and decrease the burden on healthcare system to exceed 23 مليون في 2018 value. تمام كده next، ممكن اللي بعده يكمل. انا كده تمام شكرا. ان شاء الله هبتدي مع حضراتكم في الماركتنج استراتيجي الانفف ماتريكس. احنا هنشتغل على اثنين استراتيجي، الاستراتيجي الاولى هي الماركت بنتريشن، والاستراتيجي الثانيه الماركت ديفلوبمنت. الماركت بنتريشن يا دكتور، طبعا احنا بنفس البرودكت هنشتغل على نفس السبيشاليتي اللي احنا شغالين عليها، سواء الاي ام او الجي بي او الجاينا او الاورثو. الفكره يا دكتور طبعا ان انا احاول اخد منهم شير اكبر عن طريق ان انا هزود الار اكس بتاعتي هيد تو هيد ستادي ما بين السيبروفلوكساسين والموكسي والليفو بتاعي. في كمان يا دكتور عندي كمان انا هحاول اخد من الاكبر الاكبر انتيبيوتيك بيتكتب في الجمهوريه كله اللي هو الاموكسيكلين، ده بيمثل تقريبا حوالي 40% من سوق الانتيبيوتيك. في برضه عندي هيد تو هيد ستادي ان الليفوفلوكساسين مور افكتيف زن الاموكسيكلين، وفي نفس الوقت بيتميز ان هو الكورس بتاعه
اصغر شويه او اقصر في الديوريشن. كمان يا دكتور ان الليفوفلوكساسين ليه سايد افكت اقل كتير من الاموكسيكلاب، ما بيسببش دايريه ولا فوميتنج او نوزيا ولا الميتاليك تيست بتاعه الاموكسيكلاب. كمان ان هو وانس ديلي دوز. فبالتالي يا دكتور انا هعمل انسبشن عند الاطباء زرع فكره ان انا يعني مور كونفينينت عن الاذر كومبيتيتورز سواء اندايركت او دايركت. الاستراتيجي الثانيه اللي هو الماركت ديفلوبمنت، ان احنا طبعا يا دكتور هنزود الار اكس بتاعتنا من اذر سبيشاليتي اللي هم اليورو، هاخد الكي او ال بتوع اليورو اللي موجودين. في نفس الوقت يا دكتور هزود الانترميدياريز عندنا. تمام كده دكتور؟ دكتوره نهى. Yes, thank you, Salah. Hello, everyone. Now going to the very important part, اللي هو الobjective. طبعاً, when we set the objective, we have to consider it to be a smart one, specific, measurable, achievable, timelined, and realistic. And we have two types of objectives. We have the qualitative and the quantitative objective. So going first to the qualitative one is to establish that the brand LeviGuard is the most convenient guard available in all different concentrations, to establish that LeviGuard is the most cost effectiveness. That will increase the patient compliance. The third point is to increase the brand recognition and empower external stakeholders' strategic relationship. For the quantitative objective, our objective is to increase our market share when it comes to the value, to the units, to 7.2% from the total levofloxacin market, and to achieve total LeviGuard 23 million LE by the end of year 2018. Next, please. Okay, here to see in details the objective, the quantitative objective. Our current market share in terms of units is 3.6%. We are aiming to achieve market share 7% units in 2018. And the second table, when it comes to the different concentration, as you see, the LeviGuard 500 is contribute 65%, LeviGuard 750 is contribute 27%, and LeviGuard 250 is contribute 8%. And accordingly, we set our objective in terms of units and in terms of volume. The third table, as you see, this is the phasing of the objective across the year. We allocate the most of the target in quarter one and quarter four, considering the highest season of infection. The prevalence of infection for people is in winter season, so in quarter one and quarter four. And accordingly, we allocate more focus and more activity, or more marketing activity in these two quarters. Next, please. Okay, after the objective, going to the strategy. So when we say strategy, we mean segmentation, targeting, and positioning. Segmentation, we just see the different segments available in the market. من ناحية الspeciality, من ناحية الdemographic factor, من ناحية الpotentiality of the customers, and the behaviors of the customers. So we give here three examples of the different segments. The first one is the GPs located all over the government. This is its location. A class A seeing 30 patients or more per day. They are not concerned about the new data. They believe in the fluoroquinolone antibiotics, and they are price sensitive, caring about the patient compliance. The second segment, they are specialists, IM or Euro or Gynae. They are located all over the different governments, class A as well. They are not much concerned about the new data, who believe in the fluoroquinolone antibiotics, and they are price sensitive. The third one, they are specialists also located all over the governance, class A as well, but they are not price sensitive, and they are brand oriented. So this is the segmentation. Now the second step is to select the top segments, which is the targeting. For example, we here select these two segments, the GPs, because they are the specialty in which they have a high potentiality. They see a lot of patients. They are price sensitive, so they will consider the most cost effective product. This is the top. This is our targeting for the segment. The third, next piece.
Yes, the third step in the strategy is the positioning, in which we have to position our product in the mind of the targeted segment. As you see here, for those patients who have bacterial infection, LeviGuard is the most convenient guard available in all different concentrations and the most cost effectiveness that will increase the patient's compliance because it's used only once. Thank you. I'm done with my part. مساء الفل على حضراتكم. طيب احنا معانا بالظبط هكلمكم في الجزء الاخير. اوكي. 6 دقايق. اوكي. انا كريم والمجد هكلم حضراتكم على الجزء الاخير بتاعنا بتاع البادجيتنج الوكيشن وحته الكنترول. بعد ما عملناها هتكلم طبعا على الاس تي بي. احنا عملنا طبعا اناليسيز للباير بيرسونا عندنا وطلعنا بتو مين فاكتس عايزين نتكلم عنها. اول فاكت عندنا طبعا كان الدرايفر او الليفرج بوينت او الليفرج البراند تشويس. نتيجه طبعا احنا بنتميزين بحته الديفرنت كونسنتريشن. الحاجه الثانيه كانت خطوه الفولفمنت وهكلم حضراتكم عنها ملي سريعا في اخر جزء عندنا في الجي بي. لما نيجي نشوف هنا اول حاجه عندنا في الامبلمنتيشن بلان اتكلمنا اول حاجه في الدرايفر عندنا ان سبيشالست بيبريفير كوست افكتيف برودكت افيلبل ان ديفرنت كونسنتريشن. فبالتالي احنا عملنا فوكس على الاستراتيجي دي ملي احنا عايزين نزود الشير اوف فويس بتاعنا اللي احنا عندنا احنا الوحيدين في الماركت اللي عندنا الابروبريت كونسنتريشن ومن خلال الكفرج بتاع الميديكال. كان الكي مسج ميل اللي احنا بنترجتها كومبلاينس اند كنترول. السيلكتد شانل طبعا كانت بالنسبه لنا بنعتمد ميل على توفيس سواء ثرو الويبينارز او ايفنت ثرو الايميلز. كان بالنسبه لنا مايلستونز اللي احنا عشان نوصل للتارجت بتاعنا ده او نحقق الاوبجكتيف بتاعنا كان لازم اول حاجه عندنا ان احنا نعمل ويل تريننج للميديكال ريبس كمان في نفس الوقت هنبروفايد دروب كاردز زي ما حضراتكم الانفستمنت بلان. بالنسبه للكي ميتريكس اللي اتحقق لي ان انا ماشي صح ولا غلط كان اول حاجه اعتمدنا على السيلز ريبورت والنمبر اوف كليكس طبعا ده من خلال الشورت لينك اللي بيوصل عن طريق الايميل نقدر نحدد عدد الكاستمر حصل لهم انجيجمنت. دي قدرنا نحقق اول درايفر ونحقق الاوبجكتيف بتاعنا. بالنسبه للباريا اللي كان عندنا كان الكي او الز بتبريفير البراندز في السيفير كيسز. كان ملي من نركز الاستراتيجي بتاعتنا ان احنا انفاسايز على الكواليتي بتاعت الشركه بتاعتنا ونركز كمان على قصه الافيكاسي بتاعت الليفي جارد وبنزود البراند اويرنس. الكي مسج بتاعتنا كان باور اوف افيكاسي. السيلكتد شانل كنا بنركز برضو ملي على الفيس تو فيس والبير تو بير ودي مهمه جدا اللي احنا بنتعامل مع كي او الز وهكلم حضراتكم ملي ازاي نركزنا على البير تو بير دي في الاكتيفيتي. المايلستون كنا بنركز برضو لازم نعمل تريننج كويس جدا للميديكال ريبس بتوعنا في نفس الوقت برضو نركز كويس جدا ان احنا نركز مع الكي او الز من خلال سي ام اي بروجرامز ونبروفايد اكسبرت ميتنج. طب الكي ميتريكس هنعرف ازاي؟ نفس الكلام برضو بالنسبه لنا السيلز ريبورت والنمبر اوف جيجيت كاستمرز عن طريق سي ام اي بروجرام نمبر اوف اتنديز. انفستمنت بلان investment plan احنا كنا مني بنركز على اكتر من activity شفناها هي دي اكتر حاجه appropriate بالنسبه لنا. كانت اول حاجه الاي في ميتنجز. الاي في ميتنجز احنا كنا تارجتين اللي احنا عندنا كل مندوب هيعمل 1 ميتنج بير كوارتر وبالتالي عندنا 32 مندوب يعتبر ان كل مندوب كده يعمل 4 في السنه ففي 4 في 32 يعني مني من تارجت 128 ميتنج اكروس سنه 2018. كملت طبعا دي السيجمنت بتاعنا على الافكت على الجي والايم والرو اكتر تشيله دي كنا مركزين عليهم وكنا بنركز طبعا نضيف للليست بتاعتنا دكاتره يورو يكون كي او الز. كان الامباكت بتاعهم طبعا الجي بي كان هاي لان طبعا عايزين ياخدوا معلومه جديده. كان طبعا حته الاي في ميتنج على اليورو بيكون ميديوم وعلى اليورو كي او الز قليل قوي واليورو بتاعتهم في البادجت هاي ميديوم لو. بالنسبه للويبينارز الويبينارز احنا كنا مين اللي بنتارجت عندنا احنا عايزين نعمل فور جراوند ويبينارز. الفور جراوند ويبينارز دول كنا نعملهم هنعمل انجيجمنت فيهم لعدد من الكاستمرز وبالتالي طبعا هيبدا يكون الامباكت بتاعهم عندنا على الجي بي والاي ام واليورو هيكون ميديوم على الجي بي وميديوم على الاي ام وميديوم على اليورو ونفس الكلام في البريت بتاعتهم في البادجت. ممكن اتناقش مع دكتور محمد في الديتيلز بتاعتهم لو حب كده. بالنسبه عندنا للبير تو بير ميتنج وقلنا دي حاجه مهمه جدا عندنا ان احنا عندنا عدد كبير كده من كي او ال عايزين نوصل لما نكتب الليفي جارد عندنا مين اللي كنا بنتارجت البير تو بير ميتنج هنصرف عليه 150000 جنيه اوكي لكن عن طريق طبعا تو سي ام اي بروجرامز او معنى صح سي ام اي بروجرام هنعمله على تو ويفز. الويف الاولاني هنكون بنعمل انجيجمنت ل 5 سبيكرز او 5 كي او الز عندنا والويف الثانيه هتكون برده 5 سبيكرز في سمستر 2. طبعا ده هيكون ليه امباكت كويس جدا عندنا على حته طبعا تو تارجت سيجمنت عندنا اللي هو طبعا الاي ام واليورو وبالتالي طبعا دول كان الامباكت بتاعهم هاي في نفس الوقت طبعا البريورتي بتاعتهم في البادجت كانت عاليه لكن على الجي بي كان لو. البروموشنال ماتيريال طبعا دي من الحاجات المهمه جدا اللي لازم نكون مركزين عليها وادينا لها بادجت عاليه جدا. بالتالي طبعا كنا بنصرف طبعا مش هخش في الديتيلز بتاعتها لكن احنا كنا بنركز احنا عايزين طبعا اعلام عليها الاسم البراند بتاعنا بلوك نوتس محتاجين كمان سبيشال جيفتس سواء تتحط على المكتب او طقم المكتب او ايفن حتى حاجه تحط يكون عليها اسم البراند بتاعنا. مركزين طبعا احنا برده حاطين في الدروب بروموشنال ماتيريال الدروب كاردز والفلايرز. كمان اخيرا برده كان في البروموشنال ماتيريال بعد ما كل ده كان الامباكت بتاعها عندنا على الجي بي كان هاي
كل اي ام كذلك وكذلك اليورو وكذلك البريورتي بتاعتهم في البادجت. اخر حاجه عندنا كانت السامبلز كنا صارفين عليها 85,000 جنيه، ودي طبعا كانت بالنسبه لنا برضو الامباكت بتاعها على الجي بي والاي ام واليورو هاي، لكن البريورتي بتاعتها في البادجت كانت ميديوم. احنا توتال صرفنا على الاكتيفيتيز دي 712,000 جنيه، ودي لو جينا نشوفها من الريفينيو اللي احنا اتشيفنج او ايمنج تو اتشيف في 2018 يعتبر تتمثل 3%، فدي حاجه ريزونبل جدا ولوجيك. ممكن بقى نتناقش في الديتيلز بتاعت كل واحده فيهم في الديسكشن. لما نيجي نشوف عندنا بعد كده الجزء الثاني، جزء التراكنج، احنا كنا ميلي من تارجت الاي ام واليورو اللي احنا عايزين نضيفهم للليست، فاشتغلنا ميلي على الدرايفر والبارير اللي اتكلمنا عنهم قبل كده. طب ازاي هنقيس السبيسيفيك ميتريكس بتاعهم؟ احنا كنا بنقول احنا عايزين نرفع الار اكس شير بتاع الاي ام ميديسن او الاي ام سبيشاليتي من 18.7% نرفعه ل 30%، وده احنا قادرين على كده، وبالتالي هنكون كده سكند بعد البراند على طول التافاسين يلينا بعد كده يبقى التافانيك، فاحنا هنحتل المركز الثاني. نقيس كمان من نمبر في اي ام كاستمر movement from B to A. عارف منين؟ يعني من خلال physician questionnaire والماركت ريسيرش. طبعا مش ميني ماركت ريسيرش مش لازم عن طريق كامباني، لكن ممكن يكون مهم جدا عن طريق السيرفي اللي ممكن نعمله للكاستمرز او ايفن حتى من الفيدباك بتاع السيلز فورس. الريسبونسبيلتي طبعا دي بتاعت السيلز والماركتنج والماركت ريسيرش تيم. طبعا كان عندنا برضو حته البارير الثانيه اللي كان عندنا حته الكيو ال بيريفير البراند سيفير كيسز، هنزود برضو على حته الاورنس امانج الكيو ال ان ليفي جاردن اونلي ليفوفلوكساسين افيلبل بكل الكونسنتريشن نفس السورس والفريكوانسي ونفس الريسبونسبيلتي. الفاينانشال ماتريكس من الحاجات المهمه جدا عندنا، احنا كنا بنقول ان احنا عايزين في نهايه 2018 نكون بنحقق 23 مليون ونحاتشيف ماركت شير يونتس 7%. هنعرف الكلام ده منين؟ هنعرفه من الاي ام اس والمونثلي سيلز ريبورت بيجي لنا الشركه، برضه مسؤوليه السيلز والماركتنج تيم. في الامبلمنتيشن ماتريكس احنا برضه بنركز على نفس الدرايفر والبارير عشان يبقى عليهم فوكس اكبر. طيب بالنسبه للسبيسيفيك ماتريكس عندنا هنعرف الكلام ده ازاي؟ احنا قلنا عندنا بروموشنال ماتيريال يبقى لازم نعرف النمبر اوف ماتيريال ديستريبيوت. حاجه ثانيه عدد الـ AV meetings اللي conducted، احنا كنا قولي مني قايلين في الـ implementation plan احنا عندنا 128 meeting من تارجتهم across السنة. احنا مني طبعا مع الفيزيك اللي كنا عاملينه البريك داون للتارجت، كنا نقول واحد لـ quarter 4 دول اكتر تارجت حاطينه فيهم للـ AV guard، وبالتالي احنا كنا من تارجت ان في quarter 1 و quarter 4 يكون عندنا 38 meeting across السنة، لكن في quarter 2 و quarter 3 هيكون 26 meeting. طبعا برضو نفس الحاجة برضو هنقيس برضو عن طريق number of attendees اللي احضروا الـ webinars بتوعنا وايفن حتى الـ CME programs. بالنسبه للبراند الكيو ال بتفضل البراند في سيفير كيسز هنقيسها برضو من خلال الماتيريال اللي هنعمل لها ديستريبيوشن عليهم والنمبر اوف بير تو بير ميتنج كوندكتد وعدد الاتنديز اللي احضروا السي ام اي بروجرامز. برضو هنعرف الكلام ده برضو من السيلز فورز اكتيفيتي والريبورت اللي بيجي لنا مونثلي، ودي مسؤوليه السيلز والماركتنج تيم. اخر تراكنج بلان كانت للجي بي، ده سيكتور مهم جدا بالنسبه لنا لانه بيمثل هاي ار اكس شير واخدينه الليفي كارد من السبيشاليتي دي. نفس الدرايفر بالنسبه لنا عندنا برضه عايزين نستبلش الليفي جارد هو الموست كوست افكتيف جارد اجينست طبعا البكتيريا في حالات البيشنت بيزود البيشنت كومبلاينس، فكنا مين اللي برضه السبيسيفيك ميتريكس احنا كنا واخدين ار اكس شير في 2017 54%، كنا من تارجت اللي احنا نوصل ل 65%، يعني معنى اصح احنا كده كده واكلين الماركت في الجي بي، وده طبعا اعلى من الماركت ليدر واعلى من التافانيك. هنقيس برضه من نمبر اوف جي بيز موفد فروم بي تو اي، هنقيس برضه السورس والفريكوانسي من فيزيشن كويستشنير والماركت ريسيرش اللي نعمله او من فيدباك او سيرفي والريسبونسبيلتي سيلز والماركتنج تيم. بالنسبه طبعا الخطوه الثانيه كنا قايلين في الليفرج بوينت غير البراند تشويس كنا قايلين الفولفيلمنت، طبعا ده بيحصل كتير جدا مع الجي بيز في البريفرال ايريالز ان ممكن الفارماسيست سويتش يعمل سويتش للبريسكريبشن، وبالتالي كنا لازم نزود الاويرنس امونج التارجت فارماسيست اباوت الليفي جارد ان هو ده الاونلي ليفوفلوكساسين افيلبل ان اول كونسنتريشن. هنعرف ده برضو من خلال ان ممكن نعمل كويستشنير ايفن للفارماسيست نفسه وممكن برضو من الفيدباك بتوع سيلز فورس، برضو دي مسؤوليه سيلز وماركتنج وماركت ريسيرش. الفاينانشال ماتريكس نفس الكلام اللي قلناه في السلايد اللي فاتت، وبرضو نفس الكلام بتاع السورس والريسبونسبيلتي. امبلمنتيشن ماتريكس كنا عايزين نستبلش الليفي جارد برضو الموست كوست افكتيف جارد ان هو نفس الدرايفر ونفس البارير، برضو هنقيسها من نمبر اوف ماتيريال ديستريبيوتد وعدد الميتنج من نفس الفيزنج اللي كنا عاملينه، ودي برضو مسؤوليه السيلز فورس والريبورت مونثلي اللي هيجي لنا هنعرف من الداتا دي، ودي مسؤوليه السيلز والماركتنج تيم. انا كده خلصت، ويا لو في ديسكشن انا جاهز لاي تفاصيل ان شاء الله. اشكرك يا كريم، اشكركم جروب 2. انت كريم كنت عايز تك على الوقت فكنت بتقول ان كل حاجه ممكن ناجلها للديسكشن، يعني اشكرك. طيب جروب 1 خد 55 دقيقه في البرزنتيشن، جروب 2 36 دقيقه. طيب خلينا نبتدي على طول الديسكشن في situation analysis. دكتور هشام اتفضل. تمام طيب هشير بس السكرين ثانيه واحده من عندي. You need to stop sharing عندك عشان اقدر اعمل شيء من عندي، يا اما تجيب الجزء بتاع situation analysis في عندكم في البارت عندكم في الشير سكرين. ف
طيب انا شير السكرين. اتفضل. طيب هبتدي بالدوت. اول حاجه سيتويشن اسس، معلش نرجع سلايد ورا، سلايد كمان ورا بقى كمان، عشان بس كده الثانيه في الاول. انا عجبني فكره كونسبت الاكزيكيوتيف سمري اللي اتحط في الاول. قبل ما ابتدي انا بشكر طبعا جروب 2 على المجهود اللي عملوه على دوت، وكان واضح ان الايفورت، واضح الابلكيشن بتاع الحاجات اللي هم اتعلموها في الشغل بتاعهم. طيب بدايه ندخل اكزيكيوتيف سمري، كانت فكره كويسه انك حاطط الاول اكزيكيوتيف سمري، اقدر اقرا منه من غير ما ادخل في البلان كلها ايه اللي انت عايز توصل له في الاخر، او ايه يعني ايه الاند بوينت اللي هنوصل لها من البلان ده. تمام. طيب ممكن نيكست سلايد بليز. طيب انا هنا معلش، هو اللي اشتغل الانستتيوشن اسس دكتور احمد عطله، دكتور ممدوح صالح، ودكتور احمد جمال. ممكن تشرحوا لي السلايد دي بعد اذنك. احنا هنا بنتكلم على الماركت بينج ديفايند، انت كده بتتكلم على انهي، هل على الجنرال فلوروكينولونز ولا على الليفوفلوكساسين؟ الارقام اللي ظاهره قدامي دي ارقام انهي فيهم؟ ايوه دكتور هشام، معاك احمد عطا الله. اتفضل. احنا الاول اتكلمنا الجنرال على الفلوروكينولون، دي 750 مليون جنيه. تمام. وكده دخلنا ديب في الليفوفلوكساسين، لان ده اللي مني هنكمبيت فيه اول سنه. طيب يعني انا بالنسبه لي هنا، يعني انا بس عشان بفهم هنا، انت بتجيب لي الماركت بينج ديفايند ده السيرج جنريشن فلوروكينولونز، هو ده اللي انت بتتكلم عليه جوه، ولا هنا بنتكلم على اللي فيه ليفوفلوكساسين كسيجمنت؟ لا على الاثنين. قلت بس ذكرت بس ان الماركت الفلوروكينولون كله عامل كام، وايه النسب اللي فيه التريتمنت اوبشن اللي فيه ايه، اللي هي ليفوفلوكساسين والسبرو والموكسيفلوكساسين. بعد كده كملت كله، بعد كده ليفوفلوكساسين، كل الاناليسز بعد كده على الليفوفلوكساسين. يعني الكرنت كاستمرز بتوع الليفوفلوكساسين، انا كده فاهمك صح؟ بالظبط كده. تمام. طب انا يعني رجاء ان حاجه زي كده ابقى انا مقسمها، لان انا كاودينس ليك اتلخبطت هنا. تمام. انا بتكلم انهي فيهم، على الماركت كله ولا على الليفوفلوكساسين نفسها؟ دي نقطة. طيب انت يوميتد البيستل، وهو ما كانش ليه امباكت كتير عندك، فانا مش هتكلم على الحته دي كتير. ممكن نيكست سلايد بعد اذنك. طيب انت هنا اتكلمت على الليفي جارد، وافتكر السلايد اللي بعديها كمان اتكلمت عن ميكانيزم اوف اكشن بتاعت الليفوفلوكساسين. تمام. انا كان ليا حته، انا مشكله بس صغيره عندي، ان انا اشتغلت الماركت ده من سنين كتيره فاتت، فانا كان عندي حته لغايه حد اتكلم عليها. هو كان عندنا الكينولونز كانت مقسومه، ممكن داعي ان هم تو ميجر بارتس، الاولدر جينيريشن كينولونز اللي كان فيهم السيبرو والنورفلوكساسين، ودول كانوا بيشتغلوا مينلي على الجرام نيجاتيف بكتيريا، فبالتالي كان بيستخدموه في دكاتره اليورو اند سو اون، بوست سيرجري يورولوجي في الجاسترو انترايتس، والنيور جنريشن، وكان لهم حتى في الدكاتره اخترعت لهم اسم، او اخترع لهم في السوق اسم اللي هي ريسبيراتوري كينولونز. ليه؟ لان السبيكترم بتاعهم كان مختلف شويه عن القديم، فابتدي كفر الريسبيراتوري باثوجنز، فاستعملهم اكتر في الريسبيراتوري دوت. انا ما لقيتش في الاناليسز حته بتتكلم على ايه الديفرنس ما بين الليفوفلوكساسين والنيور جنريشن كينولونز والسيبروفلوكساسين والاولدر جنريشن كينولونز. هل كان في ديفرنس؟ طب اساسا حضرتك دكتور هشام، هو انا كنت محضرها عندي في الاستراتيجي، ان احنا عاملين هيد تو هيد ستادي ما بين السيبرو والليفو والموكسي فلوكساسين. الموكسي طبعا اكتر ابر ولور ريسبيراتوري انفيكشنز، زي ما حضرتك تفضلت يا دكتور، الليفو والسيبرو هم اكتر على الجرام نيجاتيف، فانا بالفعل كنت محضرها بس ما كتبناهاش، بحيث ان هي هتاخد وقت معانا بس في الاستايدات، فانا نوهت لها سريعا. ولا تشرح لنا هنا في السيتويشن اناليسز ايه الفرق بين الموليكولز، لان زي ما انت لو رجعنا معلش السلايد اللي انت اتكلمت فيها على البرسنتج بتاعه الماركتس، ماشي، هتلاقي ان انت كاتب ان الليفو واخد حوالي 39% والسيبرو 40%. طب انا عايز اوضح النقطه، هل انا بنافس في انهي فيهم؟ هل انا داخل انافس الليفو لوحده، ولا انافس الليفو والسيبرو، ولا اخد ان الليفو كله جزء من السيبرو؟ انا ضروري اوضح الحته ديت. انا قلتها فعلا دكتور لما كنا بنتكلم عن الماركت بنتريشن، ان احنا هيبقى في دايركت كومبيتيتور اللي هم اللي زينا ليفو، والاندايركت انا حتى ذكرت دكتور السيبرو والموكسي وكمان اتكلمت عن الاموكسي كلاف. حلو، كنت عايز ارجع لك فيها. انت لما اتكلمت على اموكسيكلاف، سلايد تورينا الاموكسيكلاف ده بايع بكام؟
هو الفكره دكتور الاي ام اس داتا هي ما كانتش موجوده في الحاجات اللي مبعوته لنا، ولكن هو جنرال انا عارف يعني كانت الاي ام اس داتا معايا كان ال 40% من الانتيبيوتكس رايحه ناحيه الاموكسيكلاب باختلاف طبعا المسميات بتاعته. انت في الاستراتيجي بتاعتك عايز تاكل من انا يا جماعه معلش انا في الاستراتيجي بتاعتي انا بكمبيت مع مين؟ انا عايز اخد من انهي شير؟ عايز اخد من الليفوفلوكساسين ولا الليفوسيبرو ولا الليفوسيبرو الاموكسيسيلين كلافيولينك؟ ده انت حطيته في الاستراتيجي بتاعتك، حلو جميل. يبقى انا في الاناليسز وانا حاطط الاناليسز ضروري اوضح انا مين اللي هاكل منه، حجمه قد ايه، عشان حتى لما يجي الدكتور هيجي يتكلم دكتور احمد مثلا يكلمك على الاوبجكتيفز هيبقى محتاج يفهم انت حطيت الاوبجكتيفز اون وات بيزز، انت خدت من مين عشان تجيب الرقم ده عشان تحط الرقم ده. يو جت ماي بوينت يا شباب؟ يس yes, دكتور. اه تمام دكتور. طيب معلش ممكن نكمل بعد كده بعد اذنك سلايدز بعد كده ماشي. نكمل كمان بعد اذنك الترند ماشي. انت عملت كل اللي ليفو فلوكساسين ما جبتش باقي الموليكولز اوكي. اه ثانيه واحده بس، هنا انت هنا عملت لي البريسكريبشن اناليسيس، جبت لي البريسكريبشن اناليسيس بتاع مين؟ ده التوتال فلوروكينولونز ولا الليفو فلوكساسين؟ دي تو سلايد يا دكتور هشام. اول واحده ديت التوتال فلوروكينولونز، ده البريسكريبشن بتاعت الفلوروكينولون كامله. حلو، يبقى انا افهم منك كده يعني انا لو واحد قاعد بحضر البرزنتيشن هفهم منك انك انت هنا عايز تكمبيت مع كل الفلوروكينولونز سواء الليفو او الموكسي او السيبرو او وات ايفر، صح؟ مظبوط، ده اللي اتفهم السلايد فعلا، عشان كده عملت السلايد اللي بعدها الاناليسيز اللي بعده لليفو فلوكساسين بس. طيب مستأذنك نروح للي بعديها. الليفو فلوكساسين انت ما كتبتليش مين اللي بيكتب لك البريسكريبشن بتاعته، يعني انت ما جبتليش البريسكريبشن بير سبيشاليتي لليفو فلوكساسين. بالظبط، انا عملتها لوحدها في اناليسيس بره بس ما حطيتهاش في السلايد، لكن هي تقريبا نفس النسبه بتاعت الانترنال ميديسن على مستوى ماركت الفلوروكينولونز هي نفس النسبه بتاعت الليفو فلوكساسين. طيب هرجع لنفس النقطه اللي كنت بتكلم عليها، انا لما بعمل اناليسيس هبني عليه استراتيجي، فانا محتاج ان انا احط في الاناليسيس احط في السلايدز اللي انا احطها في الاناليسيس البوينتس اللي هبني عليها في الاستراتيجي، اللي انا هقول ان انا مع الاول يبقى انا حاطط زي ما انتم عملتوا كده بريسكريبشن بتاع اول اكمبيت مع الاموكسيكلاف احط الاموكسيكلاف الشير بتاعه كام بيبيع بكام اند سو اون. تمام، ممكن ندخل على السوات بعد اذنك. طيب السوات طبعا عشان هنا انتوا اختلف شويه عن اللي انا كنت عندي، انا كنت كاتب شويه بوينتس عندي في السوات. طيب انا عندي ايشو في السوات حاجتين، اولا ما ينفعش ان انا احط حاجه في السترينث وارجع احطها قدامها الناحيه الثانيه في الويكنس، انا كده بكونتراديكت ماي سيلف، يعني ما ينفعش اكتب في السترينث افيلبل بادجت الوكيشن واكتب قدامها في الويكنس بور بادجت الوكيشن تو ذا برودكت. في حاجه هنا لا، هي بس الفكره دكتور هشام بعد اذن حضرتك في السترينث ان احنا في عندنا السنه دي عاملين بادجت هتبقى عاليه جدا للري لونشنج للليفي جارد، بس كان الويكنس اللي كان عندنا في 2017 كان البادجت بتاعنا كان قليل للليفي جارد، دي بس هي عشان الفرق ما بين السنه دي والسنه اللي فاتت. بالنسبه لي ده كونتراديكتوري ان انا احطه سترينث وويكنس في نفس الوقت، يا دي سترينث يا ويكنس. زي ما ساعات احنا بنعمل مثلا برودكت عندي بيبقى سعره البرايس بتاعه عالي، مثلا هفترض ان انا بعمل الماركتنج بلان للتافانيك السعر بتاعه عالي احطه فين؟ سترينث ولا ويكنس؟ سترينث ان هو الفاليو دي هتعمل لي فاليو كويسه لما ابيع يونتس قليله هتعمل لي فاليو كويسه وتعمل لي ماركت شير عالي، ولا احط ويكنس ان هو الافوردابيلتي؟ انهي فيهم؟ انت حاطط هنا في تو بوينتس. تمام دكتور، احنا قصدنا فعلا ان في 2017 كان عندنا ويكنس ان ما كانش في اللوكيشن البادجت لان كان في فوكس على الدواء الثاني اللي هو البي بي اي كان لونشد في 2017 فكان في بور بادجت اللوكيشن في 2017، بس دلوقتي في 2018 احنا عندنا بادجت كويسه فاحنا وي كان يوز ات از ا سترينث بوينت في البادجت اللوكيشن السنه دي، فاحنا ده كان قصدنا، يمكن كان لازم بس نحط يعني نخلي شويه الفريز بتاع الجمله اوضح، بس احنا قصدنا كده. هل بالمعنى ده برضو ما ينفعش يتحطوا في المكانين؟ يعني لو انا السنه اللي فاتت كان توضحي يبقى انت تكتبي لي في الويكنس ان هو الهيستوري في اللي هو الهيستوري بتاعه ان كان عندك ان هو كان اوت اوف فوكس اوت اوف فوكس عندك من الشركه، لكن yes. بالمنظر اللي انت حاطاه انت حاطه لي حاجتين كونتراديكتوري بيها. طيب God used to be the black horse for the company، معلش ايه السترينث؟ يعني ايه السترينث ان هو used to be the black horse؟ يوست تو بي كان واحد من البلاك هورسز بتاعتي، ايه نوع السترينث؟
يعني انترناشنال بيج كمباني ماشي، رينجز اوف كونسنتريشن اوكي، استابليشد تيم اوكي، بريفيس اكسبيرينس مع شباتي اوكي، لكن كونه ان هو البلاك هورس فور ذا كمباني الاسترينس انه حاجه في الباست كان البلاك هورس بتاعي. ان البرودكت يا دكتور كان معمول له من البدايه لونش صح، لما هاجي اعمل له لونش مره ثانيه الموضوع هيبقى بالنسبه لي اسهل كتير. يعني هو كان قبل كده دكتور كان في عندنا بادجت كويس جدا ليه، كان الاستادز اللي موجوده هيد تو هيد مع الكومبيتيتورز كانت قويه جدا، بدليل ان احنا وصلنا ان هو البلاك هورس لكذا سنه. الفكره ان هو احنا نقدر نرجع للمكانه دي بسهوله، فانا شايف ان دي نقطه قوه لينا. ولا ايه رايك حضرتك؟ شاطر يا محمد صح، عجبني يا شاطر، عجبني والله. الله يكرم حضرتك دكتور. ماشي اوكي. هو كويس ان اصلا احنا بنشير مع دكتور عبد الرحمن عشان الحته اللي حطاها دكتور ممدوح صالح كتب اصلا فيها كونسنتريشن غلط، السطر اللي زوده كتب ان الكونسنتريشن 200 ملي جرام كانت غلط. تمام، ممكن نروح للتوز بعد اذنك. طيب التوز هنا عندي بس كومنت صغير فيه. انت كتبت في الويكنس اوفر ثريتس product to be used once at night increase patient adherence، يفرق في ايه بينه وبين الكومبيتيتورز بتوعه؟ ايه الفرق ما بين الكلمه ديت انه product to be used once at nights increase patient adherence، هفرق ايه عن الاذر ليفوفلوكساسين؟ ده محمد مو محمد صلاح يا دكتور تاني. تمام معلش يا دكتور، السؤال مره ثانيه معلش يا دكتور هشام ما سمعتوش. طيب انت كتبت في الويكنس اوفر ثريتس المفروض ان انت ان انت بتماسك الويكنس تو اوفركم ثريتس، فبتقول product to be used at night increase patient adherence، ايه اللي انت هتقدمه وتفرق ايه عن الاذر كومبيتيتورز؟ احنا كاتبين النقطه دي دكتور نقصد بيها اكتر كمان الاندايركت كومبيتيتور اللي هم مثلا زي السيبرو اللي بيستخدم دكتور توايز ديلي او غيره من البرودكت، احنا او الغيره من الكومبيتيتور اقصد. الفكره دكتور ان احنا معروفين الدواء اللي بتاخد بالليل عشان موضوع الفوتوسنسيتيفيتي، فانا هديه بالليل، بالتالي يا دكتور هبقى ضامن ان البيشنت مش هينسى ياخد الدواء، الدواء اللي هياخده يعني بعد العشاء او كده، فبالتالي يا دكتور ضامن البيشنت ادهيرنس مع المولكيول بتاعي او مع البرودكت بتاعي. ماشي يا محمد. بيع شاطر ده. انا قلتها خلاص. ننقل على الكمبيوتر اناليسيس بعد اذنك، اخر حاجه عندي. طيب التفاسين انت كتبت لي فيه ليميتد لوور بروفيتابيلتي تو ذا فارماسيستس، ليه؟ هو لوكالي برودوسد وبيتباع بنفس البروفيت مارجن بتاعك، بس كتبت لي في المين ويكنس بتاعته لوور بروفيتابيلتي تو فارماسيست اون وات بيزيس. انا كنت شغال حكمه قبل كده دكتور، فعارف ان حكمه اصلا احنا ما كانش فيه يعني البونص عندنا، نظام البونص او كده بيبقى قليل جدا، فبالنسبه لنا احنا حسبناها على يعني احنا اسامشن ان الحكمه بتدي بونص قليله، بناء عليه احنا حسبناها القصه دي. يبقى لو هتكلم على الويتنس اقول ان هو ما عندوش بروموشنال اكتيفيتيز او اللي هو ما عندوش اكتيفيتيز. ماشي اوكي. طيب دي كانت نقطه التفانك، ليه ما كتبتش في الويكنس في التفانك ان التفانك ما عندوش غير دوز واحده بس؟ ليه ما حطيتهاش كويكنس؟ شايفه انها كتبناها يا دكتور في الاخر خالص، او ان هو كونسنتريشن واحد احنا كاتبينها. فين؟ انا شايف الكومبيتيتور اناليسيز قدامي مش لاقيها. سقطت مننا سهوا ان هو كونسنتريشن واحد بس، دي سقطت سهوا يا دكتور فعلا ما كتبتش. طيب ليه كل الكومبيتيتور اناليسيز اللي احنا عاملينه بنتكلم على الباكس؟ انا كل اللي بتكلم عليه الباكس، عنده كذا ما عندوش كذا اوكي، ليه ما فيش حاجه اتكلمت على الاكتيفيتيز؟ ليه حاجه ما اتكلمتش على التيم؟ انا ليه ما جبتش داتا عن التيم بتاعهم، عنده كام واحد شغال، بيكفر انهي سبيشاليتيز، ايه الفوكس بتاعه، هو اندر فوكس ولا مش فوكس؟ يعني زي ما انتوا جيت اتكلمت قلت لي ده كان البلاك هورس بتاعي وكنت فوكسنج عليه، هل يا ترى بالنسبه للثلاثه اللي انت حاططهم دول هل هم الثلاثة أندر الفوكس بتاع شركتهم؟ المفروض يا دكتور إن إحنا بنتكلم على الماركت ليدر اللي هو التافاسن بتاع حجمة ده الماركت ليدر، فبالتالي هم إحنا أسامشن كده يعني إن هم عاملين يعني فيلد فورس، الفيلد فورس عندهم عالي جدا يعني اللي هم عدد مندوبينهم كويس. كمان يا دكتور التافاسين ده البراند، فاعتقد ان هم برضو يعني واخدين طبعا شير عالي جدا من الماركت، فاحنا برضو يعني فرضنا ان هم برضو عاملين في نفس الرينج بتاعنا او اعلى كمان، فاحنا كان يهمنا بس السيلز ديفرنس او يعني البوينتس اوف ديفرنس دي اللي احنا ذكرناها. طيب انت اخترت في الكومبيتيتور بتاعك، اخترت انك هتكمبيت مع السيبرو مع الليفو مع الاموكسيسيلين كلافيولينك صح؟ انت حطيتها قبل كده.
ليه ما حطيتهمش في الكومبيتيتور اناليسيس؟ ليه ما قلتليش الديفرنس بتاعه المين ويكنس والمين سترينس بتاع السيبروفار او اتيفر اني واحد من السيبروفلوكسين انت عايز تكومبيت معاه؟ ليه واز نوت انكلودد هنا؟ ليه الامكسينك ما كانش انكلودد هنا برضو؟ احنا فكرة دكتور بس عشان برضو موضوع الوقت هو للأسف عشان كان الدنيا معنا فعلا دكتور هشام كانت الأمور صعبة شوية في موضوع التايمينج فإحنا قلنا ان احنا هنذكرها ولكن مش هنكتبها على أساس بس ما ياخدش مننا وقت كبير في الاستعراض بتاع في السلايدز فإحنا كنا مقسمين direct to competitor اللي احنا كتبناهم والindirect اللي احنا كنا شغالين عليهم. أنا هديك نص 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 جريد على الردود بتاعتك يا محمد. الله يكرم حضرتك يا دكتور. شكرا لكم يا شباب. شكرا دكتور عبد الرحمن. شكرا دكتور هشام. شكرا جروب 1. طيب خلينا ننتقل على الاوبجكتيفز سريعا. ازيكم شباب؟ سامعني كويس؟ اوكي. انا حابب اشكركم جدا طبعا على البرزنتيشن القويه دي ريلي امبرسيف ورك بالذات خص الشكر احمد ونهى وكريم لان عجبني طريقه البرزنتابيليتي بتاعتهم واقنعوني بكلامهم. However, انت عشان زي ما الدكتور رجب والدكتور طارق قالوا حته الستوري تيلينج كل حاجه بتسلم بعضها. انت جيت في الدسكشن من شويه انا دلوقتي تهت في حته ان انا ايه ديفاين ماركت انا هتارجت اول سنه ليفوفلوكسين جروب ولا سيبروفلوكسين. دكتور هشام حاول يغششكم كذا مره بس انتم ما لقطتوهاش. طب انتم ما فهمتونيش. انتوا النهارده انا لما جيت شفت البرزنتيشن I got the feeling that You are targeting in the first year levofloxacin. وأنا لو مكانكو هعمل كده لأن أنا واخد 3% market share في أول من levofloxacin وده بيمثل تقريبا 40% من الماركت وأنا أصلا اللي يروح يقارن نفسه بالسيبرو التافاسين والتافانيك لأن هم دول اللي leading الماركت هم اللي يروحوا يشوفوا جروب تاني. أنا أشوف دول أسهل لي في أول سنة. Can tend to be second year or third year إن أنا أتارجت السيبروفلوكسين once I got the good market share. فدي كانت هتتماشى عشان تحط الأوبجكتيف على هذا الأساس. طيب هنضم مشروط للدكتور هشام لأن دي لازم تتقال. الإكزيكتيف سامري كانت رائعة وده the way you should start any marketing plan. وأنا أدفايس يا أحمد وإنت بتعملها you can do it زي ما أنت عملت الانترودكشن بصور كده ممكن تحطها بأيكونز وأرقام دي بتجين الاتنشن أكتر من غير كلام وتبقى حافظها وتبريزنت in a confident way. دي لما بتطلع لي رقم كده بتعمل لي كده يعني بالتيزنج كده اللي هو انا ايه الرقم ده ده رقم البلان بتاعتي ده رقم الماركت توتال ماركت مثلا 750 الف جنيه دي بوينت برضو هنبقى نتكلم فيها في حاجه تانية. طيب انا البيزنس اسبيريشن اي لايك ات ان انت يو دو ات بس يعني انت كل كلامك كوست افكتيفنس وانا ما حسيتش الكوست انا اشتغلت انتيبيوتكس شباب 15 سنه كوست افكتيفنس دي استخدمها مش بس عشان برايس انا البرايس بتاعي اقل من غيري مش دي ويل نوت سيل ذا برودكت. كوست افكتيفنس دي كلمه كبيره جدا وليها في الانتيبيوتكس بيلدين بقى وكومبليكيشنز سايد افكتس وكده. انت النهارده حسستني ان كل البلان بتاعتك قايمه على الكوست. طيب ماشي اوكي البيزنس اسبيريشن ات شود بي يعني جود بي يعني كود بي بيتر لو انت حطيت فيها اليو تي اي والسكين سوفت تيشو انفيكشن اس اس اي والريسبيرتوري تراكت انفيكشن الجانا بي بيتر بس هي انت دو ات ويل بس كان لو حطيت فيها الانديكيشنز دي لانك انت حاطط التكتيكال بلان والاستراتيجي بتاعتك انك انت تارجت الناس دي. طيب draw my attention ان انت حطيت براند ريكوجنيشن وحطيت لها تراكنج في الكي بي ايز في الاخر which is fine. You didn't mention stakeholder penetration. هل انت مثلا هتقولي مثلا انا مثلا distributors بتوعي مثلا ما وضحت ليش اول stakeholders مين هم الستيكهولدرز انت اللي انت هتارجت دم كان so should be more specific يعني حتى عجبتني نوها وهي بتقول smart بس دي ما كانتش measurable قوي بالنسبة لي. You are putting double market share and double sales. يعني انا قعدت ركزت قوي في البرزنتيشن عايز اشوف بقى الماستر سين كان الدكتور طارق والدكتور رجب بيقولوكوا على حته الستوري تيلينج. انت النهارده حاطط لي دبل سيلز دبل ماركت شير ده حاجه يعني حاجه مش طبيعيه. انت لو يشود بي براود ان انت جانا دبل ماركت شير دبل سيلز. طب انت عملت ايه بقى عشان تعمل كده؟ هل انت عملت انوفيتيف ايديا في التاكتكس مثلا هي الماستر سين بتاعه الفيلم بتاعك اللي هتقول لي والله انا النهارده طلعت بالانوفيتيف ايديا دي او انا عملت استراتيجي مختلفه هتخليني دبل ماركت شير في 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 فلوروكينولون بقاله اكتر من 20 سيلز في الماركت ستريتش
ده او التارجت ده. هل انت طلبت او قلت لي انا هاخد بادجت زياده او هعين اف تي ايز زياده؟ اقنعني بال why you are. انا just I'm having one question. I need you to convince me why you're gonna double the market share and the sales in 2018. ايه اللي انت هتعمله عشان يعني اديني اقنعني بيها؟ انا ما اشتريتهاش، حسيت انها واسعه قوي. اتفضلي يا دكتوره نهى. طب if you allow me يا دكتور to answer. بليز. احنا هنا عملنا فعلا الماركت شير عالي، ممكن يكون لو كان البرودكت ده في النورم بتاعه، بس احنا البرودكت ده لقينا ان هو في الكويشن مارك فيز، يعني الماركت بيكبر والكومبيتيتورز موجودين واخدين ماركت شير عالي جدا من السيلز يونتس وفاليو وفوليوم سوري. وكان عندنا ايشو ما كانش فيه سوري بس محتاجه السلايد، ما كانش فيه الفوكس اللي كان المفروض يبقى موجود. فذاتس واي انا ما اقدرش ان انا ابني على سيلز السنه اللي فاتت، لان سيلز السنه اللي فاتت اصلا كان فيها ايشو، كان فيها كويستشن مارك. ما كانش فيه فوكس، يعني ما كانش فيه بادجت الوكيشن، يعني ما كانش فيه فوكسنج في الاكتيفيتي، ما كانش فيه فوكس اكيد في الفيلد فورس او في الفيزيت. فبالتالي دلوقتي وي هاف اوبجكتيف ان احنا نبقى نعمل الgood resource allocation والproper activity كمان. فthat's why we have this يعني optimistic and realistic increase في market share. اوكي. وحضرتك هتشوف دلوقتي في السلايدز الجايه لما اتكلمنا على التاكتيكال بلان وعلى الانفستمنت بلان ذات وي ار ايمينج تو امبلمنت ا ديفرنت اكتيفيتي للتارجتد سيجمنت، وفي حاجات كتيره هتتعمل to allow us ان احنا ناتشيف الماركت شير العالي. اوكي ثانك يو نوها، يعني ردك برضو انا مقنع ليا الى حد ما، ولكن برضو الكونسيستنسي انا برضو تهت في حته انا هتارجت اول سنه الليفوفلوكسسين والسيبروفلوكسسين ولا الليفو اونلي، وعشان كده الاوبجكتيف كده ما حسيتهاش منطقيه، عماله الدنيا تروح وتيجي معايا. بس اوفرول يو ديد ات الى حد ما طبعا ستريتشد ريزنبل، بس انا لو انا براجع انا البيو دي بتاعك وبقول بتقولي لي كده افلح ان صادق، يعني انا يعني اي انا ريكوجنايز يو ان انت تدبل تدبل السيلز 23 مليون باوندز، يعني انت بايعه السنه دي 11 مليون، يعني اكتر من الدبل تقريبا الجانبي، يعني بس ده برودكت كان متساب خالص، يعني ده برودكت ما كانش عليه اي فوكس. يعني اعتقد ان هو بالكرنت سيتويشن اللي شفناه في الكيس انه الدواء ده كان يعني ممكن نعتبر ان هو كان جاست كايند ريمايندر كده للدكاتره مع الاذر بورتفوليو. توتال اجري توتال اجري خلاص معاكي. استنى بقى اخر السنه ونشوف هتعمل ايه. لا ان شاء الله هنشرفك. شكرا يا دكتور. اوكي بس Q1 و Q2 Q3 Q4 انت برضه حطيتي 50% 50%، يعني كنت tend to be بقى انت اجريسيف قوي كده في التارجت، better to be more than 50%. ماشي متفضل مين كان مثلا سؤال. هو احنا we just consider here الـ season، يعني احنا برضو عشان نبقى realistic شوية في الفيزنج بتاعنا لازم نبقى عارفين ان most of the cases بتاعنا. But انت gonna start the year in aggressive way مبان aggressive target، يعني مش اجريسيف عشان احنا عشان حاجتين، عشان احنا في التاكتيكال بلان والانفستمنت بلان احنا هنبدا برضو اجريسيف، والحاجه الثانيه ان احنا عشان عندنا عشان كده انا ده رايي ان كان اس 1 يبقى اكتر من 50% بما انه براند يعتبر في الماتوريتي فيز مثلا، ما مش ممكن نعتبر فلوروكينيلون ان هو في جروث فيز. سو اتس اوكي، يعني ماشي ان اقنعتيني بحته السيزونال كونديشن ده في كيو 1 وكيو 4 على انهم شتا مثلا والانفكشنز اكتر. الاسكيوز جود اناليسز وريزنبل الفوركاستنج بير اس كيو 250 ملغ و 500 و 750، اي ثينك اتس اوكي. يعني طيب كان حد سالني من الشباب سؤال دخل كده في سؤال يا احمد حد كان سال سؤال عشان نكلوز عشان ندي وقت للزملاء الافاضل. طيب لو في اي سؤال اكتبوا على الشات يا شباب عشان الوقت. اشكرك يا دكتور احمد، ثانك يو، شكرا على يور انسايتس، واشكركم يا شباب. طيب ننتقل سريعا على الاستراتيجي دكتور مهاب. طيب بنشكر طبعا برضو الحقيقه جروب 2 على البرزنتيشن وعلى الجود جوب بتاعهم. سريعا بس لو نتكلم طبعا هنلاقي
الحقيقه يعني لا السيجمنتيشن والتارجت بوزيشننج هم الحقيقه مركزين في السيجمنتيشن عملنا اللي احنا اتفقنا عليه، بس هم انتوا دخلتوا على طول على الديفلوبمنت بتاعت سيجمنت بروفايلز. يعني احنا اتفقنا انه هيبقى في ستيب قبل دي انتوا قلتوها لكن ما حطيناهاش كستايل، لكن كان المفروض نحطها ان احنا ايه هي البيزس بتاعتنا، الديموغرافيك هنختار ايه وبعدين البيهيفير هنختار ايه ونعمل الهايبريد اللي انتوا عملتوه. يعني انتوا دخلتوا على طول على الهايبريد ده وديتونا سيجمنت بروفايل من غير ما نحدد البيزس، دي كانت ميزد منكم. ولكن بالنسبه للسيجمنت بروفايلز حقيقه ما عنديش مشاكل فيها، اكسبت ان انا اخر واحده دي اللي هي سبيشالست اورسو، هي طبعا مش اورسو، يعني هو انتوا بس خدتوها غالبا خطا من الار اكس، انتوا قريتوا اوتوراينولوجي ان هي اورسو، هي طبعا انف واذن اكيد لان الاورسو شويه بعيد، حتى لو شفتوا الاورسو هتلاقي نسبته قليله قوي، فايتس نوت اكيد ما ينفعش هنا مش في السيجمنتيشن الاورسو ده هيبقى بعيد عني. ما اعرفش كلامي صح ولا لا، بس لو انتوا قصدينها فعلا اورسو ردوا عليا، لكن اي جاس ان هي اوتوراينولوجي. anyway دخلنا بعد كده على التارجتنج. اوكي فاين، انتوا اخترتوا التو سيجمنتس دول، لعبتوا على فكره البيشنت كومبلاينس، لعبتوا على فكره برضو الحته البرايس سنسيتيفيتي هتحطوها في السيجمنتيشن بتاعتكم. اوكي فاين ما عنديش مشكله. هاويفر الحقيقه بس عشان ابقى كونسيستنت كمان مع كلام دكتور احمد حيانا، يعني طبعا مش ليا ان انا اعلق على الاوبجكتيف، ولكن حيانا كان عندي نفس الكونسيرن بتاع دكتور احمد، يو ار دبلينج سيلز، يو ار دبلينج ماركت شير، فعشان ابقى بتكلم في الحته اللي تخصني اي اكسبكتد ان انا الاقي في التارجتنج حاجه مختلفه. يعني ما هو انا النهارده لازم حاجه يا جماعه جاستيفاي الارقام، يعني تمام، وهو كله مبني على بعضه. لو انا بتكلم ان انا اي ويل دبل ماي سيلز اند ماركت شير، طب انا محتاج اجاستيفاي الكلام ده ميبي. انا فاهم كل اللي انتوا اتكلمتوا عليه، مفيش فوكس قبل كده، مفيش، ولكن لازم اعمل حاجه مختلفه، لانه في قاعده عامه بتقول هو لو انا اشتغلت يعني بنفس الطريقه ورحت لنفس الناس ما ينفعش اتوقع نتائج مختلفه. فلو انا بقى عايز اعمل، انتوا مش عاملين حاجه مختلفه، انتوا عاملين بنسميها تيرن اراوند، يعني قلبين الدنيا، هروح ادبل السي. طب هل ممكن كنت تارجت حاجه مش موجوده، سيجمنت ما كانش سيجمنت ما حدش غيري بيتارجت حضرتك؟ لو يعني استاذنك ان انا ارد على سؤالك، لو حضرتك شفت هتلاقي ان احنا في طيب انا هرد على بس الموضوع السيجمنتيشن، احنا حطينا السيجمنت الاورثو حطيناها از ان هي يعني سبيشاليتي، فعلا كنا نقصد الاورثو فعلا از سبيشاليتي، they are prescribed for infection يعني حتى لو بنسبه بسيطه، وكان القصد ان دي ستيل اتس ا سيجمنت، ذاتس وان ذاتس واي حضرتك هتلاقي ان احنا عملنا لها exclusion، يعني ما حطناهاش في as a targeted segment بس هي still as a segment، عشان كده حطناها في slide elevated يعني as a one of the segments لكن okay, مش هي targeted one. تمام. طيب بالنسبة لسؤال حضرتك التاني، هتلاقي في specialist احنا حطينا هنا اليورولوجي. اليورولوجي اصلا ما كانش موجود في specialty اللي covered من current line، ولا line 1 ولا line 2، ف which means انه احنا دلوقتي بنعمل ماركت ديفلوبمنت، لان احنا بنشتغل على نفس البرودكت بس بنكبر الفاليو، بنشتغل بسبيشاليتي جديده اللي هي اليورولوجي. تمام. اخترنا الدكاتره اللي هم الهاي بوتنشال، اللي هم بيشوفوا عيانين كتير، اللي هم الكلاس اي دكتور، اللي هو انا لو زرته هلاقي ان وفعلا الدكتور ده كونفينسد والدكتور ده انجيجد مع الشركه، وفي فعلا يعني خلاص استراتيجيك ولونج تيرم ريليشن مع الكاستمر ده، انا اعرف اخد منه بزنس كتير. الدكتور ده موجود في كل الجوفرنت، يعني في بغض النظر، which means ان احنا عندنا الدواء بتاعنا available في كل مكان، فاي حد موجود احنا هنتارجت الدكتور ده. الدكتور ده اصلا عنده بليف بالفلوروكينولون انتيبيوتيك، فانا مش بقنعه بنيو كونسبت بعيد عنه، لا بالعكس هو عنده البليف ده اصلا. كل وكمان price sensitive، فلما اجي اقول له طيب الدواء ده once a day والدواء ده مش يعني affordable والدواء ده compliance فيه عالي وهكذا، هلاقي ان دي need عنده اصلا وانا بsatisfy need دي. ف يعني دي التارجت، يعني اللي احنا شايفين ان هي 20% اللي هيجيبوا لنا 80% of business. حلو قوي، جميل. انا متفق معاكي في كل اللي انت قلتيه، بس عندي 2 comments صغيرين. اول comment، لو احنا قررنا ان احنا هنضيف سبيشاليتي ما كانتش موجوده قبل كده، فيو شود كونسيدر ده، بس اوكي فاين، بس يو شود كونسيدر ده في التايم الوكيشن، لان التايم الوكيشن بتاع التيم بتاعك لما انت بتزودي له سبيشاليتي ده بقى حته تتكل، ممكن دكتور محمد يبقى يعني يعلق، لكن يو شود كونسيدر ان انا ونيفر ان انا اي ويل اد سبيشاليتي. طب هل انا التايم الوكيشن بتاع التيم بتاعي يستحمل دي ولا ما يستحملش؟ فدي بس نقطه يو شود كونسيدر، مش بقول ان انتوا عاملينها او مش عاملينها، بقول لكم يو شود. الحاجة الثانية، كل اللي احنا قلناه ان هو كلاس A، طبيعي ان انا اروح لكلاس A. طب ان هو يكون برايس، طبيعي. انا قصدي انه في الكيسز اللي انا ببقى عامل فيها
اوبجكتيف كبير للدرجه دي، لازم بس يبقى عندي جاستيفيكيشن فعلا اللي هو ايه. هنا بقى في حته طالما بنتكلم على ستريت، طالما بنتكلم حته التارجتنج، لازم عندي حاجه جاستيفاي. اه يا جماعه انا بدبل الرقم، بس بدبل الرقم عشان انا عامل 1 2 3، يبقى طلعنا من الاوبجكتيف عشان نبقى كونسيستنت. لازم اللي جاي كله يسمع احنا ليه بندبل الرقم يا جماعه. اوكي فاين، بس anyway جود جوب في التارجتنج، ما عنديش مشكله. ننقل بس البوزيشننج، دي يمكن اكتر حاجه شويه يعني كمان عجبتني في عندكم، لان انتوا الحقيقه مشتوا بشكل يعني سيستماتيك. حطينا التارجت وحطينا البرودكت وحطينا الكومبيتيتور، اتكلمتوا مينلي ركزتوا على حته الكونفينينت، ركزتوا في حته الكونسنتريشن والكوست افكتيفنس. فاحنا ممكن نقول ان انتوا اشتغلتوا مينلي على دول، وحطينا ريزن تو بيليف حته فكره يوزنج يوزد وانس دي دول. فايتس فاين. اللي عجبني الحقيقه فيها كمان هي فكره ان احنا ركزنا على فكره كونفينينت جارد. انتوا جبتوها اكتر من مره وقلتوها اكتر من مره كلمه جارد، فانتوا هنا اتكلمتوا. ده اللي انا كنت بقوله، ان احنا مش بنتكلم على الموليكيول، مش بنتكلم على الجينيريك نيم قد ما بحاول استغل اسم براند. فانتوا فكره الجارد وفكره انتوا حاطين صوره ممكن فيجوال تستخدموها بعد كده واتيفر، لكن الحلو في الموضوع ان انتوا حاولتوا تجيبوا حاجه سبيسيفيكلي على البراند وتبنوا عليها في بوزيشننج في فكره الكونفينينت جارد افيلبل. اي لايك ات يعني، او افت عندي دي. ف anyway يعني جود جوب الحقيقه، بس انا كان عندي بعض الكومنتس قلتها لكم، لكن اوفرول جود جوب وثانك يو فيري ماتش جروب 2. شكرا يا دكتور لحضرتك. ثانك يو. شكرك يا دكتور محمد مهاب. خلينا ننتقل على اخر بارت مع دكتور محمد رجب. اتفضل يا دكتور. السلام عليكم يا جماعه. جاست كده زي ما بدانا المره اللي فاتت، جاست جنرال ادفايس، مالهاش علاقه بجروب 2، مش سبيسيفيك لجروب 2، جنرال ادفايس. لو انت بتبريزنت ماركتنج بلان، او لو انت في اسسمنت وبتبريزنت الكيس ستادي، زي ما قلنا الستوري تيلينج مهم جدا. خلينا نحفظ الثلاث كلمات دول مع بعض يا جماعه. ثلاث كلمات مهمين جدا في اي بزنس كوميونيكيشن: سمبلستي، كلاريتي، بريفيتي. سمبلستي، خلي كلامك سمبل. انت حاط سلايد كتيره جدا، مش شرط انك تقراها كلها، يو جاست هايلايت الكي بوينت. تمام. كلاريتي، لازم كل الكوميونيكيشن بتاعتك تبقى كلير. بريفيتي، وهي دي المهمه. بريفيتي، ما تكررش الكلام كذا مره. الكلام في جنرال في اي سلايد خلاص قلته مره واحده اتس انف. طب ما نقوله مرتين عشان يبقى كويس. لا، بريفيتي حاجه مهمه جدا. هتقولوا لي طب ما انت في التريننج بتكرر التريننج سيتنج والبرزنتيشن بتاعت الماركتنج بلان سيتنج. طيب نخش على جروب 2. طبعا بشكركم جدا على الفيري جود ايفورت. بشكر كل البريزنتر، دكتور احمد عطله، دكتور ممدوح، دكتور احمد جمال، دكتور محمد صلاح، والدكتوره نهى، واخيرا الدكتوره كريم. الدكتور كريم فعلا انا بشكره على البوينت بتاعت التاكتكس والبادجت، وبشكره. طبعا كريم واضح ان هو عنده انسوسيازم والانسوسيازم مهم قوي يا جماعه. تخيلوا الاستاذ معليه عامل كبير جدا في تقام المجموعه. فاكرين يا جماعه لما اتكلمنا على المبدا بتاع ليميتد ريسورسز، يو هاف تو يوز يور ليميتد ريسورسز، انك انت تو اتشيف كومبيتيتيف ادفانتج. ما هو انت في البرزنتيشن عندك ليميتد ريسورسز، عندك التايم فيري ليميتد. ازاي هتستخدمها؟ ازاي هتستخدم الليميتد تايم ده انك انت تو اتشيف يور اوبجكتيف. تاني حاجه ودي لازم تاخدوا بالكم منها كويس جدا وانتوا بتبرزنت اي حاجه: limited span of attention. الراجل اللي قدامك ده عنده قدره ان هو يفضل يعني span of attention، عنده قدره انه يفضل منتبه ليك. فانت لازم تستغل الفتره دي عشان limitation بتاعه span of attention بتاعه الاودينس بتاعك انك توصل لهم المعلومه. احنا كنا بنشتغل جروب مع بعض وعارف ان ايه limitation وكان عندكم limitation of time. طب نخش على طول بقى على دكتور كريم. دكتور كريم تعال نبدا في الامبلمنتيشن بلان. لو بصيت انت حددت لي، انت اول حاجه احنا ما شفناش الباينج جورني وما شفناش الباير بيرسونا، وانا هنا مش قادر احكم يا كريم هو انت يعني انت اخترت الدرايفر ده والبارير ده على اي اساس. يمكن تكونوا عملتوها بس عشان التايم ما لحقتوش تعملوها برزنتيشن. بس انا عندي هنا اول سيريس ميستيك يا كريم. لو بصيت انت اخترت اول درايفر اللي هو السبيشالست بريفير كوست افكتيف برودكت افيلبل ان ديفرنت كونسنتريشن. ده درايفر انت اخترته، اتس اوكي، اي اجري وذ يو. ممكن نروح تو سلايد يعني السلايد اللي بعديها. لما جيت في التراكنج انت هنا مختار درايفر مختلف تماما عن اللي انت اخترته في الامبلمنتيشن بلان. يعني انت خاطر استابليش ذات لايف جارد از موست كونفينينت. يعني انت هنا بتتكلم ان الكونفينينت هو البريوريتي درايفر اند بارير. ده مختلف عن اللي كان موجود في الامبلمنتيشن بلان، وده اللي احنا قلناه يا جماعه. ده انا اقدر اعتبره ان هو الى حد ما سيريس. تاني حاجه يا كريم، بص تعالى نقرا مع بعض كده.
driver establish that that levy guard is the most convenient guard available. ده مش driver وbarrier, ده objective. انت عارف يا كريم لو رجعنا للسلايد بتاعتكم بتاعه qualitative objective هتلاقي ان ده exactly ده qualitative objective بتاعكم انتوا. ده مش driver ولا barrier للكاستمر بتاعك. اتفقنا driver, driver هو something, something is encouraging the customer to do the behavior اللي انا عايزه. انت هنا حاطط اوبجكتيف ليك انت, ده it is not a driver and barrier. تمام. في حته اول حاجه يبقى انا عندي مشكلتين, عندي تو ايشوز هنا. اول حاجه ان الدرايفر والبارير اللي موجودين في الامبلمنتيشن بلان مش هم اللي موجودين في التراكنج بلان. تاني حاجه اصلا ده انا لا اعتبره ان هو درايفر او بارير, لا باي شكل كان, ده مجرد اوبجكتيف بتاعك. تمام. طب تعالى السلايد اللي قبليها بعزنك دكتور عبد الرحمن. الانفستمنت بلان برضه هنا في سيريوس ايشو. انت حاطط الاستيميتد بادجت, احنا اكدنا يا جماعه انك انت لازم تحط لي برايور يير بادجت. انت انا دلوقتي راجل بزنس يونت مانجر جاي لك جديد لسه اول سنه, انا ما اعرفش, لازم تقول لي احنا صرفنا كام السنه اللي فاتت والسنه دي انا هصرف كام. خصوصا السيريوس كومنت بتاعه ان كنتوا عايزين تدبل السيلز, فانت هتدبل السيلز يبقى لازم تقول لي انت السنه اللي فاتت صرفت كام والسنه دي عايز تصرف كام. Which segment؟ أنا شايف إن السيجمنت هنا أنتوا يعني أنت ما حددتليش أنت أنهي سيجمنت هي اللي هتصرف أكتر. خد بالك أنت عايز تقنعني, أنت عايز تقنعني إنك أنت هتدبل السيلز, إنك أنت هتبيع 23 مليون. Unless إنك أنت you have strong logic وإنك أنت you have strong investment وtracking plan, I will not believe you. وأنا مش بتكلم على جروب تو هنا, أنا بتكلم general. اخر حاجه انت تكون محتاجها ان انك انت يحصل ديسكونكت بينك وبين الكي ديسيجن ميكر. انا زي ما بقول لك اللي انا شايفه هنا انت مش المعلومات مش كامله, انت مش محدد لي بانهي سيجمنت. تاني حاجه الامباكت, انت حاطط لي احنا اتفقنا يا جماعه ان احنا وي هاف تو ايدنتيفاي اتس هاي امباكت ولا لا. انت حاطط لي الثلاثه مع بعض اتش ام ان, انت سايبهم لي انا اختار. المفروض انت اللي تقول لي. تمام. دي ثالث ايشو في الانفستمنت بلان. اخر حاجه احنا اتفقنا ان كنتوا عايزين تدبل الماركت شير, بقى انت عايز تدبل الماركت شير وكل اللي هتعمله كل اللي انت عايزه مني 700,000, ده انت لقطه, ده انا يعني ابقى سعيد جدا في الشغل معاك. بقى انت هتصرف بس 700,000 ريال 700,000 جنيه وهتكسبني 12 مليون جنيه زياده. اتس طبعا اتس بيج كويتشن مارك الانفستمنت بلان كده. انا بالنسبه لي كبزنس يونت كماركتنج مانجر لا, البلان فيها lots of issues. وخليني اقول لك ان انا as a audience الconfidence level بتاعي ان الكلام ده هيحصل is very low, is very low. تمام. وبس طيب. شكرا يا جماعه. كلام حضرتك محمد, برضو اسال حضرتك على حاجه. احنا كان بالنسبه لنا كانت في الامبلمنتيشن بلان كان القصد من كلمه السبيشالست ان يكون واخدينها ممكن من الاوبجكتيف, لكن القصد هنا كان في الدرايفر ميل اللي احنا بنتارجت اكتر الدرايفر اللي هو يكون للكاستمر ان هو يكتب البرودكت بتاعنا, ان هو البرودكت ده نفسه ان هو الكوست بتاعته اي نعم مش عاليه قد كده, بس في نفس الوقت ان هو يعتبر البرودكت الوحيد افيلبل في الديفرنت كونسنتريشن. فدي هتكون حاجه درايفر ان هو تدفع الكاستمر بتاعنا ان هو يكونسيدر البرودكت ده ان هو كده كده هيريحه بالديفرنت دوزز بتاعته, فكده كده هيبريسكرايب, مش محتاج ان هو كل شويه شيفت من برودكت لبرودكت. بص يا كريم طبعا انا فاهم كلامك وبرضه الى حد ما مقتنع شويه بكلامك, بس انا عايز اقول لك في البرزنتيشنز سواء كانت كيس ستادي سواء كانت ماركتنج مفيش حاجه اسمها كان قصدي. اللي انت حاطه ده اتس كلير, ده مش درايفر. اللي انت حاطه ده مش درايفر خالص, ده مجرد اوبجكتيف. فهنا في ديسكونكت يا كريم. المشكله احنا هنا زي ما بقول احنا يا جماعه بنتعلم من بعض. اكبر مشكله يا كريم ممكن تحصل يحصل ديسكونكت بينك وبين الناس, انت اللي خسران. انك انت دلوقتي بتقول لي درايفر وبارير. اولا انت محتار درايفر وبارير مختلف, حاطط لي في الامبلمنتيشن بلان درايفر وفي التراكنج بلان. انت فهمتني دلوقتي انك انت كان قصدك كده, بس مفيش في البيزنس حاجه اسمها اصلا انا كان قصدي. تمام. تاني حاجه يا كريم يو هاف تو ريفايز البادجت, بقى انت هتصد ده انت لقطه بجد. يا ريت تشتغل معايا. هتاخد 700,000 بس وتجيب لي 12 مليون سيلز يا عم, ده انا بقول لك انا نفسي تشتغل معايا يا عم. يا ريت. ده 23 مليون. يعني انت قليل جدا مش محدد يا كريم فين الهاي والامباكت, مين الحاجات اللي هو ايه اللي انا كبزنس يونت مانجر هقول لك لا عليهم, هتقول لي لا اتس هاي امباكت. يبقى انت اوريدي معرفني من الاول اتس هاي امباكت, فانا خلاص مش هقدر لو قلت الكريم لا على الحاجات الهاي امباكت ده هيتنرفز عليا. فلا محتاجين ايه الموضوع يبقى مور ديتيلد شويه. شكرا يا جماعه. شكرا جروب 2. كان في الانفستمنت اللي انا دكتور برضو كانت احنا طبعا ما كانش عندنا الباست يير بادجت قد ايه, فانا قلت له حتى لو هنحطها نحطها از استيميشن,
تمام. فدي كانت نقطة. النقطة الثانية برضو اللي حكى بالنسبة لنا في تفصيلة الاكتيفيتي نفسها كاكتيفيتي بالنسبة لنا كانت مثلا في الـ AV meetings زي ما قلت لحضرتك على المترجتين عدد قد ايه 128 meeting across السنة كلها. لكن كان الويبينارز كان القصة كلها كان 4 grand webinars كاملها تبقى تارجت اكتر لحتة الـ IM واليورو على اعتبار ان دول هيبقى اكتر ناس مشغولين بالجزء ده. بالنسبة كان للبير تو بير meeting عشان التفصيلة بتاعته نفسها كانت ماشية ازاي، احنا كنا ميلي كانت قايمة على 2 waves. الويف الاولاني كان هيبقى فيها engagement الـ 5 speakers كان برضو هيبقى مين اللي هيبيدسكاس برضو الاي ام واليورو هم دول اكتر سبيشاليتي من تارجتهم برضو. وفي نفس الوقت ويف 2 برضو هتبقى 5 سبيكرز دي كانت في سمستر 1 وسمستر 2. كريم الكلام ده واضح. انا يعني ايه انا سامولك طب معلش دكتور ممكن نرجع للسلايد اللي قبل دي يا كريم يا دكتور عبد الرحمن. ايوه السلايد دي. بص تعالى ناخد هنا هنعتبر ان انت وضحت لي هنا ان انت تقصد ايه. تمام انت هنا ما حطتليش اي في ميتنج في السليكتد شانل. تعالى نرجع بقى للتراكنج بلان اللي بعديها بتو سلايد دكتور عبد الرحمن بعد اذنك. السلايد اللي بعد اللي بعديها انت ما حطيتش هنا. هاويفر احنا لما جينا في الامبلمنتيشن ماتريكس انت حطيت لي نمبر اوف اي في ميتنجز. بص انا هنا مش كلام مش لكريم وكلام مش مخصص لجروب 2 هنا يا جماعه ديسكونكت. انا بقول حاجه وبرجع في السلايد وباجي في السلايد اللي بعديها اللي هي المفروض مترتبه عليها بقول حاجه تانية خالص. تمام هو ده الريسك يا جماعه احنا بنتكلم عليه ريسك الديسكونكشن. عشان كده انت محتاج تقعد تعمل ريهرسل وتتاكد ان اللوجيك بتاعك ماشي مظبوط. تمام فبس جنرالي يعني اتس اوكي. تمام يا دكتور محمد اشكرك على البوينتس بتاعتك واشكر جروب 2. دكتور طارق خلينا نقول برضو اللي فيكم مسج هنا. دكتور عبد الرحمن انا بشكر طبعا جروب 2 هي فيري ويل ستراكشرد ماركتنج بلان. بشكر احمد ونوها وكريم وممدوح لو انا فاكر الاسماء كلها. كل الناس يعني بصراحه كانت فيري ويل بريبيرد ويل ستراكشرد ماركتنج بلان. عندي بس بعض البوينت. انا كنت مبسوط جدا ان احنا بدانا هنا بالاكزيكتيف سامري واتكلمنا عن الماركت ديفينيشن. في حاجه ناقصه بس في الماركت ديفينيشن عشان تكون كامله هي الكرنت بريسكريبشن بيهيفير. يعني انت جيت قلت لي انا الانترنال ميديسن مثلا بتريبريزنت من الفلورو انت حددت خلاص ان انت هتتكلم عن الليفو فلوكساسين ماركت فبتقول لي ان هم مثلا 19% يو شود منشن كل براند بيمثل قد ايه لان احنا من خلال الار اكس اناليسز عندنا مثلا التافانيك ده بيريبريزنت 20% الفينيكسام 56% بما انك بتتكلم عن الليفو فلوكساسين ماركت. عندنا مثلا التافيسين اللي هو الماركت ليدر ده بيمثل من الانترنال ميديسن از ا سيجمنت 35%. فانت المفروض كنت عملتها مع كل سبيشاليتي كنت كتبت ايه الليدنج براند في الليفو فلوكساسين ماركت وبيكونتريبيوت قد ايه. برضو كان في السلايد انتوا عملتوا جود اناليسز للسبيشاليتي اللي بتكتب الفلورو كينولون. كان في حاجه في ميستيك في السلايد بتاعه الاورسو. انتوا كاتبين ان الاورسو بيريبريزنت لو دكتور عبد الرحمن يجيبها. دكتور عبد الرحمن معايا يعني اي سلايد يا دكتور طارق في الاناليسز فوق خالص السيتويشنال اناليسز هم كانوا عاملين اناليسز بير سبيشاليتي للفلورو كينولون. ايوه هي دي شكرا. لا اللي قبلها هم كاتبين ان الاورسو 13% فالمعلومه دي غلط. لا هي دي الاوتورو دكتور طارق هي دي الاوتورو. انا لاحظتها انها بس ميستيك. فانت المفروض قبل ما بتخش تعرض ماركتنج بلان لانها حصلت معايا انا شخصيا انا مزبوط. ما ينفعش تعرض داتا غلط. الاورسو يا جماعه بي ريبريزنت 1.5%. كنا محتاجين نعمل برضو نفس التقسيمه دي على الليفو فلوكساسين ماركت زي ما دكتور هشام منشن. كنا محتاجين برضو يا جماعه نعمل البيست الاناليسيس. هي كل ده يا جماعه انتوا عاملين زي ما قلت في البدايه فيري ويل ستراكشر ماركت بلان بس دي البوينت اللي احنا ناخد بالنا منها. برضو اجين في السوات اناليسيس لو كنا قرينا شويه عن الموليكيول كنا هنلاقي ان في ا لوت اوف جايد لاينز بالنسبه للسيرجن واليورولوجيست بتريكومند. فالمفروض دي كنا حطيناها في الاوبورتيونيتي لان واحد من التارجت سبيشاليتي اللي انتوا بتستهدفوها جديد هم اليورولوجيست ففي جايد لاينز المفروض نستخدمها. كنتوا كاتبين برضو في السترينث ان انت عندك هيد تو هيد كومباريسون مع السيبروفلوكساسين المفروض السترينث دي تو كابشر بيها اوبورتيونيتي برضو بتشود منشن في الاوبورتيونيتي. الثريتس المفروض كنا كتبنا السايد افكت بتاعت الموليكيول دي تعتبر ثريتس وكذلك الكومبلاينس لان زي ما انتم شايفين الموليكيول ليه ا لوت اوف كومبليكيشن مش اي حد هيستخدمه فدي برضو من الحاجات اللي كنا نكتبها في الثريتس. ننتقل للاوبجكتيف. بصراحه الكواليتيتيف اوبجكتيف كان فيري ويل ستراكشرد
انا بس كان عندي برضو زي ما دكتور احمد عادل قال كده ودكتور مهاب، لا يعني الرقم ان انا اعمل دبل ماركت شير في برودكت عامل ديكلاين ماينس 41% ده كان طبعا بيج تشالنج، ان انت تعمل 100% انكريس في الماركت شير من 3% تقريبا ل 7%. فده كان ده الكومنت الوحيد وانتوا رديتوا. يعني برضو لو جيت اتكلمت عن الاستراتيجي كانت فيري بيرفكت، محتاجين برضو زي ما دكتور مهاب قال كده ان احنا نعمل التقسيمه، نفهم الناس يا جماعه الهايبرد ده حصل ليه، فلازم اعرف ايه الديموغرافيكس ونعمل ايه البليف والاسوسيشن اللي انا بنيت عليها السيجمنتيشن بتاعي. كنت محتاج برضو اعرف ايه البوينت اوف باريتي وايه البوينت اوف ديفرنس، برضو ان انت تبقى كلير وانت بتعرض الماركتنج بلان بتاعتك. نيجي على الجزء اللي هو بتاع التاكتكس، زي ما دكتور رجب قال انا ما شفتش الباينج جيرني يا جماعه، كنا محتاجين فعلا نشوفها من الجروب القوي ده، يعني كنا نعرف ايه السبيشاليتي وايه البيهافير اوبجكتيف بتاعك وايه الدرايفر والبارير، كنا محتاجين نعملها بالسبيشاليتي. فكان هنا في لاك اوف باير بيرسونا. برضو الانفستمنت بلان، انفستمنت بلان يا جماعه احنا عندنا اليورولوجيست والانترنال ميديسن، لو انتوا جيتوا كده ذاكرتوا الاي ام اس الار اكس دول بيمثلوا 40%. انتوا قلتوا في الفي اي في اكشن مثلا ان الامباكت على اليورولوجيست هيكون لو والانترنال ميديسن هيكون ميديوم، اي بي يو دي هيناقشك هيقول لك طب انت عامل الاكتيفيتي دي ليه، فدي دي برضو يو شود تيك كير. برضو عندنا في البير تو بير انفلونس انتوا كاتبين ان الامباكت بتاعها على جي بي هيكون لو، مع ان من المعروف ان الجي بي ده اكتر ناس بتبقى انفلوينسد بالكي ساينتفك ليدر. فدي الجزء بتاع الانفستمنت بلان اللي انا اللي هو الجزء بتاع الاي في اكشن، هو زي ما السلايد موضحه كده ان الامباكت بتاعه على الانترنال ميديسن هيبقى ميديوم واليورو لو، فالشريحتين دول بيمثلوا 40% من الار اكس للفلوروكينيلون. ابسط حاجه انا كبزنس يونت دايركتور هسالك why you do this activity، يبقى احنا مفروض نشد يا هن مينيمايز عدد الاي في دي يا اما نشوف ايه التولز اللي احنا نزود بيها الامباكت. بس يا جماعه دي ماي كومنت، بشكركم على مجهودكم. اتس ا فيري ويل ستراكشر ماركتنج بلان. شكرا لكم.